البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة، إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. طبقا لمنظمة العمل الدولية، فإن العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى. ليه ما نفعلش القانون بتاع 5% معاقين؟ يعني أنا مقدم فيه من ساعة ما طلعت الشهادة بتاعت المعاقين بقالي بتاع 15 سنة ولا 20 سنة. لحد وقتنا هذا كل ما اجي اروح مثلا اسال يقول لك لما يبقى في حاجه زي كده هنبعت لك. هو اللي بيخليه ما بيروحش ليه؟ بيلاقي المرتب مش مجازي حياته، فبيفضل ان هو يا يشتغل اعمال حره يا يروح يجيب توك توك. التوظيف موجود بس السعر بتاع التوظيف نفسه ما يكفيش الشباب. في شباب عايز يشتغل بشهادات هم مش لاقي، وفي منهم اللي معاه شهادات كبيره وشغال في كافيه واللي شغال في محلات عامة. وشهد الاقتصاد المصري تحسنا نسبيا مع تراجع معدل البطالة في البلاد خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.6% وفقا لما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. وقال الجهاز المركزي أن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 12.7% في الربع الثاني من عام 2015 مقارنة مع 13.3% في الفترة المقابلة من العام الماضي. عايز يشتغل بالشهادة بتاعته، فالفرص المتوفرة مش بتبقى بالشهادة بتاعته، فعشان كده هو ما بيشتغلش. ساعات الفرص دي بتبقى فرص وهمية. أولا الحكومة ما بتوفرش فرص عمل كافية للشباب اللي بيتخرج، والشباب ما فيش استراتيجية لأن هي الكليات بتخرج أعداد كبيرة فوق مستوى السوق، فما فيش المنظومة كلها عايزة تتغير. برضو يعني هي بتيجي جزء على الحكومة وجزء على الشباب. الأكيد الحكومة بتوفر شغله، الشباب ما بيعجبوش الشغل ده. الشباب دلوقتي عايز ينزل يقعد على مكتب وتكييف ويقعد يشتغل، وهو كده مش الشغل. الشغل لازم تنزل وتتعب وتلف وتشتغل. أوضح الجهاز أن معدل البطالة بلغ 12.8% في الربع الأول من عام 2015، وارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر 3% في الربع الثالث من السنة المالية لعام 2014 وعام 2015 مقارنة مع 2.5% قبل عام. وقال الجهاز المركزي في التقرير أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.5 مليون عاطل من إجمالي قوة العمل في الربع الثاني من عام 2015. ازاي نحصل على فرصة عمل من وزارة الشباب؟ اللي احنا شفناه في التقرير من شوية ده معناه ان احنا عندنا فجوة كبيرة جدا ما بين الشباب او ما بين المواطن بشكل عام وما بين يعني وزارة الشباب او ما بين سوق العمل. خليني اقول الناس اللي بتقول عايز اشتغل بشهادتي، ناس بتقول انا معرفش ايه الشغل اللي موجود، الناس اللي بتقول ويمكن كان في تعريف لموضوع البطالة انه اللي مش لاقي شغل خالص او اللي يقدر ان هو بيرغب في شغل ومش لاقي شغل تاني. اعتقد ان يعني من وجهة نظري الضئيلة ان اللي بيروح شغله وما بينتجش ده كمان يعتبر عاطل. خلونا طبعا نعرف تفاصيل اكتر، ازاي هنقدر نلاقي شغل، ايه التدريب، انواع التدريب ايه، هتتواصلوا ازاي مع الوزارة علشان تلاقوا شغل مناسب، وعلى فكرة الاجور مناسبة جدا. مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور محمود حسن رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. الله يخليك. في البداية كده عايزين نعرف يعني تعليق حضرتك ايه على التقرير اللي شفناه من شوية، خصوصا الشباب اللي كانوا بيقولوا يعني تعليقاتهم. هو طبعا تقرير رائع لانه جسد ببساطه جدا حجم المشكله اللي موجوده في مصر. في بطاله طبقا للمؤشرات اللي اتقالت 12.6%، ده مؤشر من الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، يعني قرار مؤشرات سليمه. في شباب مش عايز يشتغل، موجوده برضو نفس الحكايه. موجود ان الشباب عايز يشتغل بنفس المؤهل بتاعه، فده برضو دي مشكله من المشكلات. في شباب ساعد على ارتفاع البطاله اللي حكيتيه لحضرتك قلتهم. في ان يمكن احد عجبني جدا احد الرجاله اللي هم الكبار في السن قال اعداد كبيره من الخارجين الجامعه بتتخرج كل سنه وفعلا ما فيش شغل، فطبيعي لان احنا ما عندناش شغل حكومي. احنا في حجم مكثف في العماله اللي موجوده في الحكومه. دي الفجوه اللي انا بتكلم فيها. انا بتخرج عايزه شغل الحكومه على طول. بالظبط، هي دي المشكله، ان الشاب عايز يشتغل في الحكومه. مش عايز. احنا لو بصينا للمنظور الدولي دلوقتي كله
الشباب بيخرج هو بيعتمد على انه يدبر ازاي يشتغل. هو حصل على المؤهل، المؤهل ده اداله اللي هي ازاي يمشي في المجتمع. كان الاول المؤهل لازم اشتغل بيه بعد ما اخلص، بيتعين من خلال القوى العامله، القوى العامله اللي كانت مسؤوله عن انها بتوزع الشباب على الوزارات او على الهيئات الحكوميه. دلوقتي ما بقاش عندنا توظيف حكومي. بس يا فندم في حاجه، دلوقتي انا منين بشتكي ان الاجور ضعيفه؟ واحنا عارفين انتوا مش هنضحك على بعض ان اجور الحكومه مش كبيره. طب انا ليه بشتكي ان الاجر ضعيف وفي نفس الوقت بجري على شغل الحكومه؟ عشان يعني ما برضو حاجه غير منطقيه، لا خصوصا لشباب صغيرين يعني. هو بيبص للجيل اللي قبله، الجيل اللي قبله في الحكومه هو شايفه ان هو مستقر، ما فيش تهديد ان هو يمشي في اي وقت، ما فيش صاحب عمل بيتحكم فيه، ما فيش ان هو يعني خوف من ان لو حصل له لا سمح الله اي حاجه في ظروف صحيه. ليه حقوقه كموظف في الدولة، ليه حقه في العلاج، ليه حقه في التأمينات الاجتماعية، ليه معاش. هو بيبص للأمور دي. هو لو واثق ان القطاع الخاص هيخليه يستمر بنفس الآلية بتاعت الحكومة. وانا ليه ما اشرفش على القطاع الخاص بحيث ان هو يستمر بنفس الآلية؟ ما هو ده دور وزارات تانية. يعني ده دور وزارة القوى العاملة، دور الجهة المسؤولة اللي هي بتشرف على الكلام ده، ان مع شركات في جزء من الدور ده لوزاره التجاره والصناعه. حضرتك بتقوله ده بعد مثلا ما يطلع معاش، مش كده؟ طب لغايه ما يطلع معاش هيفضل بياخد اجر ضعيف ويقعد يشتكي ويفضل يتذمر ويفضل يقول وعنده حق؟ ما ساعتها بقى هيعمل ايه؟ لا هو حضرتك مش عارف تاني. منظومه القطاع الخاص، منظومه القطاع الخاص هي فعلا باليه مستمره. هو لو تابع بعض النماذج، احنا بناخد في اللقاءات اللي احنا بنعملها نماذج من الشباب اللي اشتغل قطاع خاص، وبناخد نماذج من الشباب اللي عملوا مشروعات لوحدهم. لو قعد مع الشباب ده وسمع منهم، ودي الآلية اللي احنا شغالين عليها دلوقتي، بيشجعوا الشباب على ثقافة العمل الحر بطريقة بلغتهم بالزبط. بطريقتهم هم. فبالطبيعي ان الشاب لما بيسمع شاب زيه ازاي ان هو اشتغل في قطاع خاص. اقول لحضرتك حاجة بسيطة، مطاعم الوجبات الجاهزة المنتشرة في مصر كتير، النهاردة الشباب اللي بيشتغل فيها معظمه مؤهلات عليا. الشباب ده مؤهلات عليا وبيوقف هو بياخد مرتب كويس ومبسوط، ويمكن في البداية كان متضرر ان يروح الوظيفة دي، لكن لقى نفسه فيها ومن خلالها بيبدأ ان هو ينقل على وظيفة تانية وتالتة. طول ما انا بنزل سوق العمل الحر، تمام، طول ما انا بلاقي وظيفة واثنين وثلاثة. طيب استاذن حضرتك بقى نبتدي نستقبل تليفونات السادة المواطنين لان عندهم اسئلة كتير جدا. ايه وزارة شباب، ما انا هنرجع تاني، احنا لسه معانا وقت. طيب معانا محمد من الاهلية. صباح الخير يا فندم. صباح النور، علي صوتك شويه يا استاذ محمد. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اتفضل يا فندم. تحياتي لحضرتك يا فندم وضيفك الكرام، بس يا ريت بالله عليك تسمعيني. نعم؟ يا ريت بالله عليك تسمعيني، حضرتك محمد بكر عبد الله. صباح الخير قوي يا فندم وضيفك الكرام. مش عارف اسمعك كويس بس الصوت بعيد. صباح الخير يا فندم وضيفك الكرام. تمام. حضرتك ويا ريت تسمعيني بالله عليك يا فندم. سامع يا فندم، اتفضل. حضرتك انا لاعب رفع اثقال، حصلت على 15 ميدالية و20 ميدالية في المحافل الدوليه، واول افريقيا 6 مرات، اول افريقيا 6 مرات، وثالث عالم، واول في قطر، واول سافرت حضرتك بطولات كتير. فاتصلت على حضرتك على صباح دريم من اسبوع، قالوا انا شفت مشكلتك يا فندم. حضرتك انا نظرا للظروف الاجتماعيه والاصابه اللي حصلت في بطوله دوليه في بيلاروسيا، حصلت لي اصابه ضرب في مناعتي من اللعبه يا فندم. قناة المحور اتصلت عليها، كانت صورت في البيت عندي يوم الاثنين اللي فات برنامج 90 دقيقة وعرضت مشكلة حضرتك. فنشد وزير الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، ولا حد سأل فيها بنت. أنا ظروفي تعبانة وعندي 8 بنات ومش عارف أعمل إيه. أكرمت البلد كتير ومفيش حد راضي يزعجني، أنا أعمل إيه يا بنت حضرتك يعني؟ أنا جنب إيه بكل ده؟ وحضرتك أنت بموت بطولة. أعمل إيه يا بنت مالها يعني؟ اكتر من 20 بطوله، رحت المحافظه الاهليه عمل لي جواب لشركه بترول بلاعيم ده مصر. رحت هناك قالوا لي مفيش حاجه جايه، رحت لوزير الشباب والرياضه ما عرفتش قبل يا فندم، مين يسمعني؟ استنى يا استاذ محمد، خليك معايا، خليك معايا. دكتور محمد دلوقتي هو كان بطل رياضه، وطبعا زي ما حضرتك سمعت وحصل له اصابه ما حدش سال فيه، هنعمل له ايه؟ والله ما فيش مشكله، هو بس نسيب اسمه في الكنترول وهنعرض، نجيب البيان بتاعه ونعرض على سياده الوزير. ودي المفروض دور الاتحاد اللي هو كان بطل بتاعه. يعني الاتحاد فين؟ الاتحاد المفروض كابتن محمد. هو
المفروض ان هو لجأ للاتحاد. الاتحاد انت لجأت للاتحاد الدكتور بيقول لك يا فندم انا رجعت الاتحاد ولجأت الناس كلها ومحدش سأل يا فندم محدش سأل. طب حضرتك يسيب طب معلش خلي ما تقفلش من فضلك كابتن محمد ما تقفلش. الوزير اكيد يعني مش هيسكت في حاجه زي كده وسيادة الوزير مش يعني مش هيسكت على الواقعه دي. معلش بس خليك لو سمحت عشان اعرف اخد رقم تليفونك ما تقفلش معلش. سيادة الوزير طبعا وزير الشباب والرياضة يا ريت يهتم بحالة كابتن محمد لأن يعني هو فعلا حالته تستحق النظر. هو كان بطل رياضي وقدم لمصر كتير جدا وحصل على ميداليات وشرف بلده في محافل كتير جدا فإحنا ما ينفعش إن إحنا نسيبه كده وما نسألش فيه ويحس إن هو بعد كل التعب اللي تعبه علشان اسم بلده إن إحنا نتخلى عنه بهذا المنظر. احنا هنتابع حالتك يا كابتن محمد طبعا. طيب وبشكرك جدا. معانا ام اسماء من المنوفيه. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي يا ام اسماء. انا لو سمحت انا بناشد الوزير ابني واخد كليه تربيه رياضيه. كليه تربيه رياضيه؟ وانا دلوقتي كنت انا ارمله بقى لي 13 سنه. وجوزت عيالي وعايزه له وظيفه بقى لانه فاتح بيت وانا اللي بصرف عليه. طيب هو مؤهله تربية رياضية. طيب دكتور عايز اسأل سؤال. الأزهر 2011 احنا عايزين نتكلم الآلية ازاي تمام. الأول نروح لهم هو ازاي طيب. وبعدين يبقوا أم يعني. أسماء نعم حاضر تابعينا وأنا يعني هسأل دلوقتي حالا الدكتور محمود وهيقول لك إيه الموضوع بالظبط. تابعينا. طيب دكتور محمود اتفضل. هو بس عشان نوضح شوية احنا طبعا زي ما قلت في التقرير في الأول إن احنا وزارة الشباب ما كناش معينين إننا نوظف الشباب لكن بحكم المسؤوليه المجتمعيه في المجتمع وزاره الشباب بدءا من وزير الشباب حطوا ان في مسؤوليه على الوزاره ان احنا لازم نحل مشكله البطاله لان الشباب ده لما بيلجا دلوقتي لوزاره الشباب فاحنا لقينا ان احنا لازم نتحرك باليه سريعه جدا ما نتحركش لوحدنا نتحرك مع الوزارات اللي زينا موجوده كلنا لينا ميزانيات لينا امكانيات كويسه ماديه ومعنويه في كفاءة كبيرة من العاملين اللي موجودين في الوزارات دي عندهم استعداد يخدموا الجهة اللي هي بتقضي على مشكلة البطالة بشكل كويس. احنا عملنا ملتقيات التوظيف. ملتقيات التوظيف دي بشكل مكثف بقينا ننزل في المحافظات. احنا امبارح كنا في اليوب عندنا يوم 4-5 في المؤسسة العمالية. اعلنوا عنها قبليها يا فندم؟ نعم بننوه كتير جدا. احنا بننوه في نفس المحافظة بنعمل اعلانات داخل المكان اللي فيه الملتقى بنعلن عندنا صفحة رسمية على الفيسبوك عندنا صفحة موقع لوزارة الشباب عندنا كول سنتر 19133 كام معلش يا فندم 19133 19133 نكتب لو سمحتوا يا جماعة الكول سنتر 19133 وبعدين عندنا أكتر من كده إن إحنا بنبعت لمراكز الشباب بتعلق الإعلان اللي هو بتاع إن في ملتقى توظيف قبليها بمدة كافية يعني الناس كلها بتعرف. إمبارح في أليوب في نادي أليوب كان عدد كبير جدا من الشباب جاي يقدم كان معانا 41 شركة كان أكتر من 3000 فرصة عمل حقيقية وكان الشباب عندهم استعداد وكان بيقدم. إحنا في يوم 4-5 في المؤسسة العمالية في شبرا الخيمة وده اللي عامله معانا الجامعة العمالية يعني حاجة تخصصية للشباب بتاع الجامعة العمالية أو خريجي الجامعة العمالية. طيب. يعني بنجيب لهم المهن اللي تناسب المؤهلات بتاعتهم. طيب أنواع قبل ما أسألك بس على التدريب يا دكتور يعني عايز أعرف أنواع الشغل إيه اللي موجودة عشان بس الناس يعني إيه بص حضرتك إحنا لما بنعمل ملتقى بناخد معانا من أقل حاجة يعني امبارح كان 41 شركة إحنا بنحاول في كل ملتقى ما يقلش عن 50 شركة. 50 شركة دي إحنا بننوع في كل ملتقى 50 شركة أقل حاجة أقل حاجة بننوع في وبعدين مش كل ملتقى نفس الشركات إحنا بناخد شركات متنوعة. إحنا عندنا شركات كتيرة جدا بتطلب عمالة كتير زي المواد الغذائية الشركات اللي هي بنسميها السوبر ماركت الكبير مش عايز أقول أسماء طبعا لأنه ممنوع دي بتطلب عمالة بشكل كثيف لأنها عندها فروع كتيرة وبتفتح وكده. عندنا شركات صناعة السيارات أو شركات اللي هي السيارات نفسها بتطلب عمالة عندنا شركات الأمن بتطلب عمالة شركات الأدوية والغذاء بتطلب عمالة الصيدليات بانتشارها في مصر بتطلب عمالة مصانع المطاعم الوجبات الجاهزة بتطلب عمالة المصانع احنا موضوع المصانع ده مهم جدا يمكن أقول لحضرتك تجربة
احنا عاملين يعني لقاءات مستمرة مع جمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية، جمعية مستثمري اكتوبر، جمعية مستثمري العبور، العاشر من رمضان، برج العرب، في المناطق الصناعية اللي موجودة في أنحاء الجمهورية. احنا بنجيب منهم قاعدة بيانات أسبوعية بالشركات والمصانع اللي عايزة وظائف. تمام. واحنا عاملين حاجة كويسة دي جديدة مش موجودة، يا ريت الناس تحفظها، موقع اسمه مصر تعمل، مع مصر احدى تعمل. مع احدى شركات التكنولوجيا المتقدمة مصر تعمل. يا ريت دلوقتي حتى واحنا على الهواء يدخل اي حد عليه هيتاكد ان عليه اقل حاجه 45,000 وظيفه متقسمين مجالات موقع غزائية. لو حد يا جماعه يدخل على موقع مصر تعمل دلوقتي عليه كام يا فندم؟ 45,000 وظيفة. واحنا بنجدد في الوظائف دي على طول، وبنعمل فيه استماره بيقدم فيها، وبنعمل تشبيك، مخليين فريق عمل يعمل تشبيك مع الشركات علشان اللي لقى مؤهله فرصة عمل ليه بيتصلوا بيه الشركة، بيروح يعمل الانترفيو وبيتقدم. فدي في دي تسهيلات من ضمن الحاجات اللي موجودة. احنا باستمرار اسبوعيا بنحدث الموقع ده، وبعدين غير ملتقيات التوصيل معانا الموقع، معانا عاملين 120 مركز في المحافظات اسمه مصر تعمل، موجود في مراكز الشباب، احنا حاطين اساميهم على موقع مصر تعمل. بيدخل الشاب بيشوف اقرب مركز ليه، بيروح يسال ايه الوظائف المتاحه في الشركات الموجوده، يعني اكنه بنقدم له مركز خدمه، بدل ما يروح يفتح الجورنان ويدور على وظائف خاليه زي زمان، لا ده انت عندك اماكن اهي باستمرار بتنزل فيها الوظائف. احنا عاملين، يمكن في التقرير حضراتكم جبتوا منظمه العمل الدوليه، احنا عاملين معاها 5 مراكز اسمها نادي الوظيفه عشان نقرب للشباب. طيب الموقع، هي الوظائف المتاحة الموقع حالا دلوقتي، زملائي في الاعداد هيدخلوا على الموقع هيجيبوا حالا دلوقتي نشوف بس، وهيلاقوا التقسيم بتاعت الوظائف، وازاي انها وظائف اللي هي الغزل والنسيج لوحده، وظائف لل، احنا هنعرف بقى دلوقتي كل الناس اللي هتكلمنا هنقول لهم ايه التفاصيل بالظبط، يعني علشان يقدروا ان هم يستفيدوا على قد ما نقدر. مكتوب الوظيفه والشروط اللي هي المفروض يكون متقدم عليها، وفي الابلكيشن لو عايز يكتبه. تمام. زائد الموقع ده بينزل كل البرامج التدريبيه اللي ممكن اي شاب يستفيد بيها. هنتكلم طبعا على البرامج التدريبيه دي مهمه جدا. طيب معانا محمد من دمياط. طيب معانا اسماء من المنوفيه. الو. ايوه يا اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. انا معايا ليسانس اداب سنه 2010، وخدت دبلوم تربوي السنه اللي فاتت، وكنت مقدمه في 30,000 معلم، بس كانوا عاوزين الشهاده وانا كنت لسه باخدها. تمام. انا نفسي اشتغل، وانا دلوقتي مطلقه ومعايا ابن. طيب بصي يا اسماء، الوظائف اللي موجوده طبعا كلها قطاع خاص. تمام. ويعني اكيد هيكون متوفر، احنا هنوري لك دلوقتي الموقع وانت تقدري كمان تدخلي عليه، هنعرض حالا الموقع كمان في، بس يعني اكيد اسماء مؤهلها يسمح لها بالحصول على وظيفه، مش كده يا فندم؟ اقول لحضرتك هي كويس انها قالت المؤهل، لان انا عندنا مشكله في القطاع الخاص ان الشباب اللي معاه مؤهل لسانس حقوق، لسانس اداب، مش عايز يشتغل غير الحاجه اللي هو درسها في الكليه. لا، هي البرامج دي الشركات دي بتدي له برنامج تحويل، هو اشتغل في عمليات اداريه، فمش عيب ان انا اطور نفسي واشتغل العمليات الاداريه. مهم قوي. اسماء انت معانا؟ ايوه معاكم. طيب دلوقتي احنا يعني انت عايزه تشتغلي في حاجه معينه، ولا انت عايزه وظيفه يعني بشكل عام، وظيفه وخلاص؟ هي وظيفة في مركز شباب، في مدرسة أخصية اجتماعية، في مستشفى، في محكمة، يعني هي ما عندهاش مشكلة في ده. هي ما عندهاش مشكلة. لا ما فيش مشكلة، بس هي زي ما بتقول كده عايزة مركز شباب أو عايزة بص يا أسماء، في وظائف بس يعني هتكون مناسبة لمؤهلك زي ما الدكتور بيقول، بس يعني هنعمل دلوقتي مع بعض كده خطوات عملية على الهواء، ازاي ندخل على الموقع وازاي ان احنا نحصل على الوظيفه دي. ولو سمحتوا كمان اللي هيتصل او يحاول يبعت لنا على فيسبوك يقول لنا المؤهل بتاعه عشان نقدر نقوله ايه المناسب ليه. المرتبات بتبقى من قد ايه يا فندم؟ طب يا ريت يعني ياخدوا منين تليفوني ولا حاضر مجد. حاضر، وتابعينا علشان نوريكي ازاي تدخلي على الموقع. تمام. شكرا يا اسماء. هي احنا بالتفاوض مع الشركات المرتبات اقل حاجه الحد الادنى اللي هو 1200 جنيه. بتبدا من 1200 جنيه حسب الخبره بتاعته،
بس هي المشكله الشاب ما بيحسبهاش كده. طيب احنا الموقع اهو بالظبط بتدور على شغل لو فتح وهيلاقي متقسم الوظايف هيتقسم كده. اتفضلوا ايوه ندخل على دي صح زي ما هم عاملين كده تمام كويس قوي. طيب عرفتوا طبعا الساده المشاهدين هنعمل ايه؟ هندخل على موقع مصر تعمل ونعمل كده زي ما شفنا على الهوا بنكتب المؤهل. احنا عاملينه لهم ببساطه جدا عشان الناس تعرف تدخل عليه وتعرف تدخل عليه لان مش كل الناس بتجيد ايوه بالظبط تمام يعني نتكلم طيب بلغه الشباب. ال 1200 دول يا فندم 1200 جنيه ده الحد الادنى اللي هو بيبتدي. انواع الشغل هنا شكلها ايه بقى بتوع ال 1200 دول؟ لا بصي حضرتك هي انواع الشغل حسب الشركه ما بتطلب يعني حسب الشركه ما بتقلش انا بقول عن حد لا ما بتقلش عن 1200 توصل لكام؟ في بعض يعني احنا عملنا تجربه جبنا رئيس جمعيه مستثمري 6 اكتوبر جبناه في لقاء في مسرح الوزاره وجبنا مجموعه من الشباب وقلنا لهم يا جماعه اللي عايز يدور على شغل يجي لنا في اليوم ده. عرض 10,000 وظيفه كلها مختلفه في بتبدا ب 1200 وفي بتبدا ب 2000 وفي بتبدا وقال لهم بس اتول المعايير والشروط بتاعتكم طبقا لكل وظيفه تمام. والناس قدمت كتير والناس اشتغلت. هي المشكله الناس ما عندهاش قناعه انها هتشتغل هم شاكين ان الكلام ده في صدق او حاجه بس احنا قاعدين النهارده علشان نوصل لهذه القناعه ونوصل للحل. بس انا عايز اقول حاجه عشان برضو دي مهمه للشباب. هو الشاب بيحسبها ان ال 1200 انا هركب مواصلات ب 300 انا هاكل مش عارف فطار بكذا فهيفضل من ال 1200 هيفضل لي 400 ايه يعني مش هيعملوا لي حاجه فما بيرضاش يروح. هو لو بدا حياته بكده يبقى عمره ما هيشتغل. لازم اتعب اول سنه واتعب تاني سنه لان انا من داخل الشغل بلاقي شغل تاني. لا وفي شركات كتير ومصانع بتوفر اتوبيسات يعني بالظبط بالظبط. طيب معانا احمد من المنوفيه. الو الو ايوه صباح الخير يا فندم. صباح النور اتفضل يا استاذ احمد. لو سمحتي انا كنت عايز اتواصل مع الاستاذ. عايز تتواصل مع هو سامعك دكتور يعني محمود سامعك. انا كنت حاصل على ليسانس حقوق دفعه 2009 وواخد ماجستير في القانون السنه اللي فاتت 2015 فكنت بدور على شغل وانا مستعد ان انا اشتغل في اي حاجه يعني اللي سياده الوزير يقول عليها. تمام اتفضل يا دكتور. يجي لنا تحت امره او هاخد رقم من الكنترول وبس هعرف المؤهل بتاعه وهنتواصل معاه مع شركه من الشركات ويروح. هو ليسانس حقوق ما هننسى موضوع ليسانس حقوق لان الشركه مش هتشغله في الشؤون القانونيه اكيد طيب هتشغله اعمال اداريه كويسه بس يعني. ما تقفلش يا احمد لو سمحت عشان الدكتور محمود عايز لان هو كل مشكله برضو انا هقول لحضرتك على تجربه. بيجي لنا شاب بيقول انا بكالوريوس تجاره عايز اشتغل محاسب فبنقول له يعني مش على طول المتاح كاشير فمن الكاشير انت بتكون نفسك وتبدا تتحرك من الكاشير توصل لمحاسب. بيرفض بيرفض. طب ما هو من البدايه العقليه دي هي اللي عشان يعني كده احنا عاملين حاجه صح. في التدريب هقول لحضرتك عليها لما تدينا فرصه. طيب رجب من الجيزه. طيب رجب حاول تكلمنا تاني. سامح من القليوبيه. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل يا استاذ سامح. حضرتك انا عندي مشروع فتح ورشه وعندي مكنه ساديه بتاع خياط وانا بخيط ملايات صنايعي يعني بخيط ملايات وكده بس محتاج مكنه اوبر ومحتاج بضاعه بس حضرتك. طيب في مشروعات بتوفر حلوه كويس انا ممكن اقول عليها. طيب خليك معانا كده يا سامح اتفضل. كويس ان سامح اللي قال الموضوع ده يعني فعلا موضوع المشروعات الصغيره ده مشروع مهم واحنا عملنا يعني جهد كبير مع الصندوق الاجتماعي. الحقيقه الصندوق الاجتماعي كان زمان الناس بتخاف تاخد القرض بس دلوقتي بصراحه يعني بيشتغلوا باليه كويسه جداً لانه ما بيدوش الناس فلوس. هي الاول كان بيديله فلوس فالقرض كان بيضيع قبل ما يوصل للمشروع بتاعه. هو بيدوله بشكل خامات ومعدات وشكل حاجه يعني هو بيجيب المكان اللي هيفتحه وبعدين بعد كده بيكتب هو عايز ايه الاحتياجات اللي جوه وبعدين الصندوق من خلال لجنه معاه بينزل يجيب له الحاجات دي بنسبه 80% من قيمه القرض. اصبح ضمننا ان المشروع قائم وبعدين ال 20% عشان يكمل مالي يعني عشان يكمل احتياجاته اللي محتاجها المشروع. يعني الاليه دي ممتازه بصراحه كمان بتمنع الاهدار. هي ليها نوعين يا اما عايز يفتح مشروع جديد يا اما عايز يكبر المشروع بتاعه ففي اي حاله يتواصل معانا واحنا بنوصله مع الصندوق. وتحياتنا ليك طبعا يا سامح ان انت يعني بتحاول ان انت طبعا تكبر مشروعك بالتوفيق ان شاء الله. احنا بنشجع اللي زي طيب التدريب. احنا طبعا كنا عملنا مع الشباب استفتاء كده او استبيان زي ما بنسميه
ايه اللي انت محتاجه عشان ناقصك في حياتك عشان تبدا تقف على رجليك وتعمل مشروع لوحدك او تتقدم الوظيفه وانت واثق في نفسك. جالنا المبادره دي كانت كويسه اسمها ارسم مستقبلك. جالنا حاجات كتير، لقينا ان احنا لازم ندرب الشباب على جزئين محورين، حاجه اسمها المهارات الحياتيه وجزء تاني اللي هو مهارات سوق العمل الحر. المهارات الحياتيه ان الشاب عايز ياخد الثقه في نفسه ان يقدر ياخد قرار، يصنع قرار قبل ما ياخد قرار، ان الشاب يقدر يخطط لمستقبله، ان الشاب يقدر يقتنع ان المؤهل بتاعه ده يقدر يشتغل بيه اي شغله مش شغله واحده، ان يقدر يعمل مهاره التواصل ازاي يبني فريق العمل، ممكن ابتدي مشروع ما بقاش لوحدي ابتدي بيه مع مجموعه مع الزملاء بدل ما انا محتاج قرض كبير لوحدي اتحمل مسؤوليته، لا انا معايا مجموعه من الشركاء بيتحملوا معايا المسؤوليه وده بتخفف او بتشجع على بدايه المشروع. تمام. الجزء الثاني اللي هو مهارات سوق العمل، ازاي يختار المشروع اللي هو هيساعده انه يدير المشروع ده، ازاي ان هو يعمل لي تسويق الكتروني للمشروع، ودي مفتقده عدد كبير من الشباب. احنا عندنا التكنولوجيا كويسه جدا لكن ما مش عارف يستغلها يسوق لمشروعه. الشباب اللي بيسوق لمشروعه النهارده ما شاء الله شغالين كويس جدا لانه عارف ازاي يوصل للاماكن بتاعته. تمام. ازاي ان هو يعمل دراسه جدوى بتكنولوجيا المعلومات للمشروع بتاعه، اداء التفاصيل دي بتساعده على انه ينجح في المشروع. تمام. لازم يعمل فيه نموذج زي نموذج سوات بيعمل فيه الفرص والتحديات اللي موجوده، نقاط القوه ونقاط الضعف، بيطور نفسه باستمرار عشان يعرف ازاي ينجح المشروع بتاعه. كويس. طيب معانا رضا من الدقهليه. رضا حاول تكلمنا تاني. مجدي من الدقهليه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا استاذ مجدي. بقول لحضرتك فرص العمل المتاحه مفيش ربط بينها وبين الـ 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 الدراسه الاكاديميه، بمعنى ان الـ 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 الشرطه ناجحه جدا 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 في توظيف الطلبه بتوعها. طيب ليه نظام الشرطه ما بيطبقش على المستوى الاعمال الخاصه؟ الاعمال الخاصه لما بتيجي نطلب مهارات ما بنلاقيش المهارات اللي مطلوبه. احنا دلوقتي انا ما هو ده دور التدريب بقى يا استاذ مجدي. انا ده دور التدريب اللي بيتعمل دلوقتي، يعني دلوقتي بيتعمل تدريب. اتفضل يا فندم. ده ليه ما يكونش اكاديمي؟ ليه بيضيع الطالب عمره ان هو ما يتدربش في العمل اللي هو هيقوم بيه؟ طالب الشرطه اثناء دور طالب الشرطه اثناء الدراسه الاكاديميه بتاعته بيتدرب وبيبقى عارف هو في النهايه هيبقى ايه. طيب ليه الطالب بتاع كليه تجاره او كليه هندسه او كليه، ليه الطلبه العاديين ما بيكونوش مؤهلين للوظائف بتاعتهم؟ الكلام ده بيتعمل بره. رد عليه. طيب تابعنا يا استاذ مجدي، بشكرك على مقترحك. دكتور محمود هو فضل. هو الاستاذ مجدي جاب نقطه حساسه جدا فعلا، يعني الراجل طالب الخدمه الاجتماعيه بينزل في اخر سنتين بيتدرب في الاماكن اللي هو ممكن يشتغل فيها، المؤسسات الاجتماعيه. التربيه الرياضيه بينزل يتدرب في الجزء التدريس، بينزل مدارس او انديه بياخد حاجه اسمها تدريب عملي. هو اتكلم نقطه كويسه ان احنا لازم نربط سوق العمل الحر بالمؤهلات اللي موجوده، ان احنا نحاول نخلي التعليم يخدم على ده التواصل بقى بين الوزارات، ده وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي في الاساس. انا بشتغل لوحدي يعني ما يتواصلوش مع بعض. فبص الاقي بس هقول حاجه كويسه، يعني احنا عملنا حاجه اسمها دورات في الهندسه لخريجي مدني وعماره. احنا جبنا الجزء اللي بيقول عليه الاستاذ مجدي، جبنا متخصصين في إدارة المشروعات، ناس تنفيذيين بينزلوا يعملوا المشروعات الهندسية، هم اللي بيشرحوا للطلبة للخارجين إدارة المشروع، بياخد عملي، هو بيشوف عنده بيشرح له بالداتا شو المشروع ده بيتعمل إزاي وإيه العقبات اللي ممكن تقابله في المشروع وإيه الأخطاء اللي ممكن يقع فيها. لأن المشروع ده مشروع بنى، الغلطة فيه ما ينفعش في واحد في غلطة المليون. اصلا وبعدين بياخدوا زيارات لاماكن بيتم فيها المشروع على الطبيعه وبيوري لهم بعض الاعمال
هو ده اللي يقصده، ان لازم ناخد الناس عمليا، ما يبقاش كله تلقين، ما يبقاش كله ان انا بديله منهج واقول له ذاكره في الاخر. يعني ان هو يعني 50% فقط، انما لو هتعتمد على التلقين 100% فده يعتبر طبعا يعني فشل. طالب الحقوق ده المفروض ان ينزل يتدرب في في اماكن مكاتب محامين وهو في سنه رابعه او في سنه ثالثه عشان يبقى يستنى لما يخلص. طيب معانا سعودي من المنوفيه. طبعا من القليوبيه يا فندم. من القليوبيه، اتفضل. من القليوبيه. اي يا فندم. انا قعدت بره في الخارج 18 سنه في القليوبيه، وبعد ما قعدت 18 سنه رجعت لقيت سني مش موافق للوظيفه. عملت مشروع صغير، جبت اتوبيس، امناء الشرطه والجماعه في الشارع الله يرضى عليهم بيعوني الاتوبيس، ودلوقتي الضرايب خربة بيتي، عمالين بيحولوني من ضرايب القناطر لضرايب القاهرة. علشان انا مرضتش ادفع رشوة في ضرايب القناطر الخيرية، وبوجه كلمتي للسيد وزير المالية، الحقنا يا باشا في فساد في ضرايب القناطر الخيرية، في مافيا. لما انا مرضتش ادفع بيعوني الاتوبيس، وانا دلوقتي بعت عزال بيتي عشان اسد الضرايب، مش ببيع هذا البيت عشان اكل عيالي على فكره. طيب والله العظيم احنا في مافيا، والله العظيم الحقونا حرام عليكم. طيب استاذ سعودي لو سمحت شويه من فضلك، ما تقفلش عشان هنحتاج، عشان لان في يعني يعني يمكن حد يحتاج تليفونك، بس ما تقفلش، بس خليك معانا. طيب احمد من السويس. احمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ احمد. دلوقتي انا اللي معايا لسانس حقوق دفعه 2006. دلوقتي ايه يا فندم؟ انا معايا لسانس حقوق دفعه 2006. وبدور على اي شغل. احنا هنا من السويس، يعني عندنا شركات كفاءه ان هي تخلينا كلنا نشتغل بالكامل، بس الشركات هنا هو كلها اتجاهها ان هم بيشغلوا العماله اللي هي من بره، وبيتجاهلوا السويس تماما. انا دفعه حضرتك 2006. لحد النهارده ما فيش شركه ما رحتش رميت فيها سي في الا واترمى في الزباله ومحدش عبرنا خالص. طيب انواع العمل اللي الشركات دي بتطلبها ايه؟ جميع انواع الوظائف. طب بيطلبوا الوظائف. تدريب او شهادات خبره مثلا، في تاهيل او تدريب؟ كل حاجه يا فندم، احنا استنفذنا معاهم مع يعني انا ما خليتش حاجه غير. طيب انت حابب تشتغل في حاجه معينه ولا عايز اي فرصه عمل؟ اي فرصه عمل. اي فرصه عمل في السويس. طيب برقم، واحنا معانا شركات، هناخد رقمك وهنوصلك دكتور، لان في شركات كتير قوي في السويس كمان دكتور محمود بيقول عليها. مي من المنوفيه. السلام عليكم. مي علي صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. انا تربيه انجليزي. انت ايه؟ تربيه انجليزي. تربيه انجليزي؟ تمام. ويعني عايزه افهم ايه الحواري. عايزه، انا مش سامعاكي كويس يا مي، عايزه ايه؟ افهم ايه الحوار. انا لسه فاتحه التلفزيون من شويه. لسه فاتحه التلفزيون دلوقتي. طيب هنا وزاره الشباب بتوفر فرص عمل قطاع خاص بمرتب حد ادنى 1200 جنيه. فحضرتك من المنوفيه، هستاذنك ناخد رقم تليفونك او كمان تدخلي على موقع مصر تعمل زي ما شفنا من شويه على الهواء، وانت لسه فاتحه التلفزيون دلوقتي، طب اتصلي على 19133 وسيبي رقم تليفونك، وان شاء الله هنوجد وظيفه فرصه عمل في القطاع الخاص. طيب لمياء من البحيره. ايوه صباح الخير. صباح النور. لو سمحتي، انا دفعه 2003، معايا خدمه اجتماعيه، بكالوريوس خدمه اجتماعيه. خدمه اجتماعيه. ودبلومه في التربيه 2013، ومطلقه مطلقه ومعايا ابني، وعايزه فرصه عمل في وزاره الشباب. تمام. لميا. نعم. انت دلوقتي انت عايزه فرصه عمل في قطاع خاص، اي فرصه عمل مش كده؟ اللي معانا دلوقتي قطاع خاص. طيب ماشي. طيب هي من البحيره كمان، احنا يعني هنوصلك. حاضر يا مي. هو كل دول يبقى متاح لهم؟ هو في فندم استثناءات ليهم حالات خاصه؟ لا والله، بس احنا بنتواصل مع الشركات، لان الشركه هي صاحبه القرار. انا مش صاحب القرار. احنا بالظروف الاجتماعيه، لان الشركات بتعمل عندها في حاجه اسمها المسؤوليه المجتمعيه. من ضمن الحاجات بيراعوا زي الحالات اللي هي المعاقين بيتقدموا. احنا كتير جدا من المعاقين يتقدموا واشتغلوا. كنا عاملين ملتقى للمعاقين لوحده، كان فيه اكتر من 100 شركه،
وقدموا وظائف كويسة جدا جدا، والمعاقين اللي قدموا كتير اشتغلوا، بس هو اللي كان من قدم أكبر من الوظائف، التارجت كان كبير جدا، فالناس افتكرت إني ما فيش حد اشتغل. يعني يعني أنا ما بروح ملتقى الشركة عايزة تاخد 100، لكن هي بتلاقي اللي مناسب للوظيفة حوالي 10، فبتاخد الأول 10. الناس الباقي يقولوا ده الوظائف كدب، لا هي مش كدب، هو برضو كشركة عايز ياخد اللي متوافق مع المعيار بتاعه. تمام، دي برضو نقطة مهمة هرجع لحضرتك فيها حالا. معنا محمد من القليوبية، ناس كتير النهاردة كويس عشان هي فعلا في بطالة. يعني محمد السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. لا حضرتك الحمد لله. لو سمحت حضرتك، انا راجل شغال وكده، بس حصل لي ظروف وعملت عملية بتر وعندي شغل، عايز اروح الشغل، بس كنت اتصلت على حضرتك مرتين ثلاثة على اساس قلت لي في كراسي هنا هتساعدك في المشي. انت عايز كرسي متحرك؟ اتصلت عندنا عندنا. ما انت حضرتك قلت لي عندنا 10 كراسي واحد متبرع فيه. لا دلوقتي عندنا 18، بيبلغوني هم زملائي في الاعداد، بس لو سمحت ما تقفلش عشان اعرف اخد الرقم، معلش ما تقفلش. انتوا احنا يعني احنا مش بنلاقي الارقام بتاعتكم لانكم بتقفلوا على طول، فما بعرفش اخد الرقم. ما تقفلش يا محمد لو سمحت. عصام من القاهره. صباح الخير. صباح النور، اتفضل يا استاذ عصام. انا حضرتك انا شغال مدير شركه سياحه. احنا اللي احتاج شغال في ايه يا فندم؟ لا عندنا ناس شغال شركات سياحه. شركات سياحه. انا اوفرهم فرص عمل. انا ممكن اوفرهم فرص عمل في القاهره او اسكندريه. وعنده فرص عمل يعني لو انت عندك فرص عمل في القاهره او في اسكندريه في شركات سياحه. ما تقفلش يا استاذ عصام من فضلك، وبشكرك جدا طبعا على تعاونك معانا. يعني عبد الوهاب من السويس. عبد الوهاب حاول تكلمنا تاني. طيب استاذ عصام انت معانا؟ الو. ايوه فندم معاكي. الفرص العمل اللي عندك دي عباره عن ايه؟ مناديب تسويق وناس شغاله في السياحه الداخليه والسياحه الخارجيه. انا عايز كل الاقسام عندي في شركه السياحه في القاهره واسكندريه. مرتباتكم قد ايه؟ لحد الان 1200. 1200 زائد عمولات كمان، يعني زائد عمولات. زائد في مؤهلات معينه مطلوبه يا فندم؟ فوق المتوسطه طبعا. فوق المتوسطه. طب استاذ عصام خليك معانا لو سمحت. احنا يعني مرتب 1200 وعموله شركات سياحه في القاهره واسكندريه. استاذ عصام بشكرك شكرا جزيلا على التعاون يعني معانا طبعا مع برنامجنا صباح دريم. يعني هو محتاج فرص. شفت دكتور بقى اللي انا اقصده ايه؟ الناس عايزه عايزين شغل. وده كويس، ده مؤشر كويس ان الناس عايزه تنزل. يعني حتى اللي قديم اللي هو 2003 و2006 ما نعرفش ايه المشكلات اللي كانت عندهم انه ما فكرش ينزل سوق العمل، لكن دلوقتي بيفكر. فده مؤشر كويس. احنا في الملتقيات لقينا الاقبال شديد، يعني الناس عايزه تشتغل. ليه؟ لانه فعلا امن دلوقتي ان ما فيش شغل في الحكومه، او امن ان هو لو خد مشروع صغير ممكن يفشل، فخايف انه ياخد قرض ويزنق نفسه. لكن هو معلش انا اسف الاستاذ عصام اللي اتكلم من شويه ممكن ينضم ليك وحضراتكم تتعاونوا معاه، هو عايز يوفر للشباب فرص. يا ريت طبعا يا ريت. طب احنا خدنا رقمه وهو عايز ينضم للمبادره بتاعت حضراتكم. ده بالعكس، ده شرف لينا. بس احنا كمان بنتاكد من كل شركه بتتقدم لنا ان الوظائف دي جديه. يعني طبعا دي طبعا دي اساسي في المعيار معانا. يعني ما بيطلبش فلوس من ناس بتتقدم لاختبار والكلام ده كله. ايوه تمام. يعني ده لو لقيناها في شركه بنمنع التعامل معاها نهائي. طيب معانا سيد من سوهاج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، اتفضل يا فندم. انا معايا معهد فني 97 ومعايا شهاده تاهيل قصور على الجنب تبع ذوي الاحتياجات الخاصه. معهد فني 97. اتفضل. ها كمل. فقدمت في ذوي الاحتياجات الخاصه في ال 5000 ذوي الاحتياجات الخاصه ومفيش حاجه جاتني، وانا طبعا تسع عيال ومعايا 7 اولاد اسره والله. طيب ما تقفلش ما تقفلش، استنى. طيب هو دلوقتي معايا معهد فني في اكيد، بس هو بيقول حاجه 5000 مش عارف حاله حاجه صحيه او حاجه. هو الشركات ما بتطلبش اكتر من 35 سنه نهائي. الشركه بتقول هي بتشغل الشباب اللي هو سنه متاح لغايه ما عدا الشركات سنة. الامن شركات الامن هي اللي بتطلب فوق السن ده. ليه؟ لانه بيقعد اشراف او بيقعد في مكان او الحاجات، لكن كل الشركات متفقة على السن ما يزيدش عن 35 سنة. طيب زينب. لكن شركات الأمن هي المتاحة ليها بس حتة، أو بعض الشركات بتطلب ليها أمناء المخازن بتاخد السن اللي فوق ال 35. ما نقدرش نساعده.
الاستاذ اللي اتصل من شويه ملوش حل، هو سنه اكيد عدى ال 35. لا ما انا بقول لحضرتك ممكن بيروح امين مخزن او الحاجات دي او امن، ماشي مفيش مشكله. تمام. زينب، زينب ايوه مع حضرتك. اتفضلي يا زينب. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله اتفضلي. الحمد لله. والله انا بقول لحضرتك دلوقتي احنا عندنا مشكله احنا كشباب، يعني احنا ما فيش حد بيشتغل بتخرجه اولا. ثانيا انا واحده مثلا من الناس، بتكلم عن نفسي، قدمت في كل الاماكن الحكوميه اللي حضرتك ممكن تتخيليها، ما فيش اي حد بيقبل اي حاجه، كل حاجه لازم فيها واسطه، ومش عارفه اعمل طبعا. بقول لك يا زينب، طبعا انا ما معيش راس مال. زينب اتفضلي. مفيش شغل في الحكومه، مش سليم، مفيش حاجه اسمها واسطه. مفيش شغل اصلا في الحكومه، ولا بواسطه ولا من غير واسطه، هو خلص خلاص اتقفلت. ما انا بقول لحضرتك احنا مش عايزين نشتغل في الحكومه، احنا عايزين نشتغل في شركات محترمه بمرتبات معقوله نقدر نعيش منها، ما نبقاش بكره متخيلين ان احنا ممكن صاحب الشركه مثلا يقول لنا مع السلامه في اي وقت، يعني فهماني حضرتك؟ ايوه حبيبتي. ما احنا بنحاول ان احنا نغير الاليه دي، لان طبعا في وزارات المفروض ان هي بتشرف على شركات القطاع الخاص بحيث ان هي توفر لك الامن والامان، بحيث ان يعني انت تعملي تشتغلي في امان ويبقى ليكي مستحقات وليكي حقوق وليكي تامين وليكي كل حاجه. بس عشان نقدر نحل هذه المشكله لازم يكون انت عندك اصلا ثقافه وعقليه ان انت تشتغلي في القطاع الخاص، وعندك هذا الاستعداد تبداي شغل هنا او هنا، او تشوفي ايه اللي يناسبك ويناسب مؤهلك. تمام. انا حضرتك بكالوريوس خدمه اجتماعيه، واتمنى في يوم من الايام ان انا اعمل مشروع، يعني انا مش عايزه مشروع، عايزه مشروع صغير، مش عايزه اشتغل في شركه ولا عايزه اشتغل في حكومه ولا عايزه. انت عايزه تعملي مشروع خاص بيكي؟ انا عاوز اعمل مشروع خاص متوفر يا فندم. ويكون حاجه على قدي كده، ابدا منها صغيره واكبر منها واحده واحده يعني. طيب عندك طموح معين تعملي مشروع معين؟ زينب حاولي تكلميني تاني عشان افهم منك، يعني لان في تدريب المفروض ان انت بتحصلي على دورات تدريبيه عشان تقدري ان انت تنجحي المشروع، مش مشروع وخلاص. تاخد دوره وبعدين بنلحقها مع الصندوق الاجتماعي، والصندوق كمان بيعمل لها دوره في المشروع اللي هي بتاخده عشان يضمن ان هي تشتغل في المشروع كويس. بس هو اختيار المكان بتاع المشروع هو ده اللي مهم، يعني المكان ده اللي هتشتغله، عشان الصندوق بيبص برضه ان المشروع ده هينجح او مش هينجح من المكان. دي دراسه بقى، هي دي الدراسه بالظبط، هي دي دراسه الجدوى بتاعت المشروع. تمام. طيب معانا تليفون، معانا ام جيهان من اسكندريه. ايوه انا معاك يا ماما. اتفضلي. بقول لك انا عندي بنتي دبلوم تجاره 2008. 2008 تمام. هي اشتغلت بعقد الاول في مدرسه خاصه، قعدت سنتين سنه وبعدين قالوا لها لما هتقعدي معانا وهنشوف كفاءتك في العمل هنعدي. طيب ام جيهان استاذنك برضو ان احنا يعني دكتور محمود هيتواصل معاكي بعد الهوا. يوسف الو. ايوه يا فندم. والله انا عندي معرض اجهزه كهربائيه. تمام. وانا سامعكم على التلفزيون السيد الوزير بيتكلم على سبيل ان احنا المشروعات وكده، فلغايه النهارده انا مش عارف ارخص المشروع ولا اركب عداد، وكل شويه كهرباء جات، شرطه الكهرباء جات، ومش عارف انه ارخص المشروع ده، دفعت فلوس ورجعت تاني. معرض فين يا فندم مكانك؟ في هنا في مركز بورس. في هنا. طيب. مركز بورس. خلي الدكتور يرد عليك، شكرا يا استاذ يوسف. هو معرض قطاع خاص مش دورنا كهرباء، هو عايز يركب عداد كهرباء، هو عنده بس هو مع شركه الكهرباء يعني. بالظبط. بس او احنا مع الحي اذا كان يعني احنا بنحاول ان احنا بس نساعد. نبسط له يعني يمكن. طيب نبسط الموضوع اكتر. شكرا استاذ يوسف. معانا عمر. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ عمر. انا دلوقتي حضرتك شغال في شركه قطاع خاص بقالي 3 سنين وما امنوش عليا، عمال اطلع للاتش ار اكلمهم واوضح لهم يا جماعه انا عايز امضي عقد، ولحد دلوقتي ما امنوش عليا خالص. امال انت بتشتغل بايه؟ انا شغال بالمؤهل بتاعي انفورميشن سيستم. ما مضيتش عقد يعني؟ ما مضيتش عقد، وحقوقي مش عارف اخدها ودلوقتي عملوا داون سايز وبقالك 3 سنين ما بياخد المرتب. بتاخد مرتبك؟ باخد مرتبي بس ماليش اي حقوق. مرتبك بيزيد؟ ما بيزيدش طبعا. امال انت بتشتغل كده في الهوا مفيش عقد؟ هم الشركات كلها كده، شركات كل شركات الكول سنتر كده. ولو حضرتك لو نزلوا الوزاره نزلت واشرفت على يعني الشركات دي، هتلاقي ان في ناس كتيره قوي مظلومه. وعايز اقول لحضرتك شباب كتير جدا طموحه في الشركات دي، بس هو ما فيش شغل فمضطر ان هو يشتغل في المجال ده. وحرام ان احنا نقعد 3 سنين مش متامن علينا. هو طيب يتكلم
بناء على المفروض الشباب تعمل اللي عليها. احنا عملنا اللي علينا والوزاره ما عملتش اللي عليها، الشركات دي ما عملتش اللي عليها، وحياتنا كلها عطلانه. لما اسمعني طيب تمام عليا. طيب دكتور محمود هيرد عليك، خليك معايا. واحنا برضو المشاكل دي جات لنا من الشباب، وعملنا 3 لقاءات بحضور الوزير مع جمعيات المستثمرين ومع المسؤولين على الاتش ار في الشركات كلها، مسؤول الموارد البشريه في الشركات. ودي كانت خطوه كويسه مننا الوزاره، برغم ان احنا مش المسؤولين عن النقطه دي، لكن احنا بنبص لها ان حاجه تهم الشباب. وفعلا قلنا المشكلات اللي هي عدم تامين على الناس، عدم هم الشركات عندهم حاجه بيقولوا لازم اتاكد مبدئيا ان الشاب ده عنده استعداد ان ما يجيش بعد ما امن عليه يقوم ماشي، لانه بيفتح له ملف تاميني وبيبقى ملزم انه يسدد الملف التاميني ده حصته كشركه على طول. فطول ما هو شايف ان الشاب لسه، انا ما بقللش من قيمه الاستاذ اللي اتكلم، بس هو كشركه طول ما هو شايف ان لسه ما عندوش الامان من ان الشاب ده يستمر معاه هيبدا ان هو ما يعملوش الملف، لكن هيعمل له الملف. وبعدين ده دور وزاره التجاره والصناعه ووزاره القوى العامله، بس لازم يقولوا يعني لازم يبلغوا. بالظبط، هما بيخافوا ان لو بلغ او اشتكى هيمشيه الشركه. لا انت لازم تبلغ. استاذ عمر انت معانا؟ انا معاه حضرتك طبعا. طيب انت يعني دلوقتي دكتور محمود بيقول لك ان ده طبعا هو معاك تماما في اللي انت بتقوله، بس هو بيقول ان انت لازم تبلغ، يعني لازم تبلغ الجهات المسؤوله ان الشركه دي ملهاش عقود، مش مامنه عليك، مش موفره لك حقوقك علشان تعرف تحصل على حقك، ما تخافش. الفكره كلها ان انا يعني في ناس قبل كده اشتكت ومشيت من الشركه. هي دي النقطه، ما هي دي بقى اللي مخوفه الناس يا دكتور. يعمل ايه؟ احنا في جهه رقابيه من وزاره القوى العامله ووزاره التجاره والصناعه، لازم انهم بينزلوا يتابعوا على الشركات دي ويشوفوا. سامع يا استاذ عمر؟ انا سامع طبعا حضرتك. طيب ارجو ان حضرتك تحاول ان انت تبلغ الجهات الرقابيه، ما تخافش، ما فيش حاجه اسمها كده. وهو على فكره هي الجهات ما بتقولش دلوقتي المصدر اللي بيشتكي، يعني دي برضو حاجه كويسه في السريه، بيحافظوا عليه. فانت حتى لو بلغت هم مش هيعرفوا ان انت اللي بلغت. بالزبط. يعني اصل هو مستقبل البلد في القطاع الخاص، لو ما قدرناش نحل المشاكل دي دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها هنفضل كده، هيفضل في بطاله، هيبقى المشكله متفاقمه. لا احنا عايزين نحلها من البدايه. وفي شباب كتير جدا عايزين يشتغلوا، وكل الشباب والله عايزين يشتغلوا، عايزين يبقوا. بالعكس في ناس دلوقتي بتفضل القطاع الخاص عشان الفلوس احسن، بس برضو الناحيه الجزء التامين على الحياه. ما احنا النهارده فعلا بنحاول يا عمر ان احنا نحل القصه بتاعت القطاع الخاص، ان جميع الجهات الرقابيه في الدوله تتكاتف عشان تشرف على القطاع الخاص، علشان زي ما برضو يعني الاستاذه اللي اتصلت من شويه ان هي تقدر تشتغل في امان، اقدر اشتغل وانتج في امان. شكرا يا عمر وتحياتي ليك، واكيد هنتابع معاك. ارجو ان انت بس تحاول تتواصل معانا مره ثانيه عشان تبلغنا ايه اللي حصل. ايناس من المنوفيه. الو. ايوه يا ايناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اتكلم بالنسبه ليا وجوزي؟ اتكلمي انت، ايه المشكله عندك؟ انا جوزي سواق معاه درجه اولى بس مش لاقي شغل، كل ما يقدم في شركه او اي حاجه يروح يقدم الورق بتاعه وما بيقبلوش. وانا بالنسبه ليا انا معايا دبلوم صنايع دفعه 2005 ومعايا طفل معاق وعايزه اشتغل اي حاجه عشان خاطره. طيب طيب هو بالنسبه للسواقين احنا بيجي لنا في الشركات كتير جدا بيطلبوا سواقين، وخاصه في الجزء بتاع مندوبي المبيعات، يعني انه بيبقى المندوب المبيعات ده اللي بيطلع بكميه يعني كبيره، يعني في حاجه للسواقين بيبقى مع سواقين، وعندنا وظائف كتير، ولو دخل على مصر تعمل، بس هي طبعا الظروف ممكن ما تكونش قادره تدخل. طيب تتواصل معانا ونجيب له، بس المشكله ان بعض الناس بيطلب انه سواق في نفس مكانه، نفس مكان اقامته او قريب منه. ما انا لما اجي ادور على شغل بقى يعني لازم اتنازل شويه عن الحاجات يعني دي، يعني اجي على نفسي شويه لو لقيت وظيفه مناسبه. بعدين ده راجل معاه رخصه درجه اولى يقدر يشتغل. طب اخد رقمها في حاجات كتير جدا. ناخد رقم يعني ايناس. ماشي. ايناس ما تقفليش من فضلك بس عشان اعرف اخد رقم. سعيد من اسكندريه. الو. الو. ايوه استاذ سعيد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت، عندي ابني خريج سياحه وفنادق 2011. ابني خريج سياحه. لا استاذ سعيد وطي صوت التلفزيون خالص واسمعني من التليفون من فضلك. حاضر. بقول لك ابني خريج سياحه وفنادق. خريج سياحه وفنادق 2011 ومتجوز
معاه عيال وفي شغل، عايزين نشوف له اي حاجه لو سمحت. كليه سياحه وفنادق. ايوه. طيب في يا فندم طبعا اكيد للسياحه والفنادق ده، يعني في على فكره استاذ سعيد في شغل كتير جدا زي ما الدكتور محمود كان بيقول، في مطاعم، المصانع، في الاوتيلات، في مطاعم كتير جدا طالبه بتوع السياحه والفنادق جدا. طالبين. انا ما عندي كده مشكله تواصل يا دكتور. ما احنا فتحنا الموقع ده عشان نقرب الوضع، وفتحنا ال 120 مركز اللي موجود في مراكز الشباب عشان موضوع التواصل، واحنا النهارده بنعمل دورنا على قد ما نقدر. اكتر من مركز يعني، في مفاجات، الصندوق الاجتماعي هيفتح معانا مكاتب خدمات للتوظيف في الشركات، حاجات انها توظيف وحاجات انها لو عايز ياخد قروض. طب يعني استاذ سعيد ابنه يروح فين؟ هو حضرتك ياخد، هاخد رقمه انا من الكنترول وحضرتك برضو عشان يبقى فيه المصداقيه، حضراتكم تتواصلوا معانا الاسبوع الجاي. طب طب. تليفونيا نقول لكم عملنا ايه لده وعملنا لان ايه، لان الناس محتاجه. هو الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه يعني مهم ليه؟ لان مهم. فعلا الشركات اللي الدكتور محمود بيقول عليها عايزه ناس، يعني الشركات محتاجه الناس. هي المشكله عندنا ان احنا عندنا عقليه انا عايز اشتغل جنب البيت، انا عايز اشتغل في الشارع اللي جنبي في نفس محافظتي، اصل مش هينفع اسيب يعني العقليه دي. الوظيفه مش مناسبه للمؤهل، الوظيفه مش بيكفيش. فبص الاقي الناس صاحب المصنع ولا صاحب المطعم طول النهار يقول انا عايز عماله، عايز عماله، بس ما فيش حد بيتقدم له. فاحنا يعني هو بيعرض الشغل، احنا بقى نعمل اللي علينا، نحاول احنا ندور على الشغل، اللي هيدور هيلاقي على فكره. طيب معنا محمد من سوهاج. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك انا خريج كليه تجاره وعايز اقدم. دفعه كام؟ 2011. طيب خليك خريج كليه تجاره، انت تلاقي شغل كتير قوي على فكره يا استاذ محمد. تدخل على موقع الدكتور محمود يامن في السعوديه وجيت يعني كان مسافر ورجع. عندك كنت مسافر لسه. فلسه انت مش عارف يعني، بس هو خريج 2011 يعني متهيألي سنه مناسب. سنه مناسب. طيب بس هيشتغل ما يقولش محاسب، يعني هيشتغل على حسب الوظائف اللي موجوده كلها، سواء اللي هي متاحه وبتناسب مؤهلات عليا على فكره، يعني عشان ما حدش يقول ان احنا بنقلل قيمه المؤهلات العليا. هو ده في حاجه متاحه ليه دلوقتي؟ في كتير في الوظائف موجوده. طيب يا جماعه الساده المشاهدين، الناس اللي بتتصل لو سمحتوا تسيبوا ارقام تليفوناتكم عشان نوصلكم بالدكتور محمود وهو يوصلكم بالشركات اللي محتاجه الوظائف. معانا ايهاب من الأليوبية. إيهاب؟ أيوه. لا من المنصورة يا فندم. من المنصورة، اتفضل يا فندم، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، أنا خريج كلية حقوق 2013، معايا أي سي دي إل ومعايا لغة، لفيت يعني زي ما بيقولوا كعب داير على كل الدنيا، حتى في القاهرة، سبت المنصورة برضو ما فيش شغل متاح. أي شغل، أي شغل إداري، أي شغل يعني محاماة، أي كان أدور، بس المشكلة ما بلاقيش. إداري؟ ايوه، اي شغل اداري، اي سكرتاريه، كول سنتر. احنا موجودين في المنصوره يوم 24/5 و25/5. طب اسمع بقى يا استاذ ايهاب، في ملتقى في اكتر من 80 شركه هتكون معانا، وهيكون معانا اكتر من 80 شركه، في اكتر من 80 شركه يوم 24 و25 لاهالي المنصوره، في المنصوره 24 و25 مايو. الشهر اللي جاي مش الشهر ده، خلاص. أيوة. في اكتر من 80 شركه هتبقى عايزه موظفين بالظبط، وليهم فروع في كل انحاء وليهم مصر. وليهم فروع، بس 80 شركه في المنصوره. كل حد هيكلمنا دلوقتي من المنصوره يوم 24 و25 مايو. دي مش شركات كمان وظائف بس، ده احنا واخدين لهم كمان البرامج التدريبيه، الجهات اللي بتدرب عظيم على سوق العمل، واخدين لهم كمان الجهات اللي بتدي منح اللي هي القروض على سوق العمل زي البنوك وزي الصندوق الاجتماعي وخلافه، تسهيلا يعني لكل حاجه. طيب شكرا يا ايهاب. شيماء من القاهره. ايوه. ايوه يا شيماء. أنا خريجة معهد فني صناعي. دفعة كام يا حبيبتي؟ سنة 99. 99 خاصة لمدة سنتين، وفي نفس الوقت بدرس تعليم مفتوح آداب اجتماع. بس أنا دلوقتي أرملة وعندي ولدين ومش لاقية شغل برضو، يعني الشغل بعيد عني وظروفي وظروف ولادي، بس أنا مش عارفة أشتغل برضو، مش لاقيه وظيفه. خليكي معايا كده يا شيماء. دكتور شيماء ليها ظروف معينه، ماشي معانا حضرتك، كل اللي هو مثلا هيسيب اسمه وكده والله هنعمل يعني تواصل معاه، وهنقرب لهم المسافه شويه مع الشركات المتاحه لينا، يعني اللي نقدر متاح. هي كمان بتدرس في الجامعه شيماء. اجتهاد كويس. ايوه يعني. ما تقفليش، استني استني عشان معلش عشان هناخد رقمك ونديه لدكتور محمود. طيب معانا مين؟ مصر. نصر. الو.
ايوه نصر من القليوبيه. الو ايوه اتفضل يا استاذ نصر. ايوه يا مش سامعك كويس استاذ نصر. علي صوتك. انا معاك اهو. ايوه يا فندم اتفضل. انا شفتك فيه مشكله كده بسيطه عندي. اتفضل. سيادتك عاوز تنبهونا بس على الجماعه بتوع المدارس. بتوع المدارس؟ بتوع المدارس. اه. يعني مشكلتك ايه طيب؟ ها؟ مشكلتك ايه يا استاذ نصر؟ انا المشكله عند ولاد ابي. عند ايه؟ عند ولاد ابي. ايوه ايه المشكله هي؟ انا اقول لحضرتك اهو. هم كلك مخلصين. تمام ماشي. وكل ما يروحوا شغل الناس تايه بيستغلوا فيهم الظروف وعاوزين يكونوا يطلع لهم حقوق. ماشي. طيب انت المشكله عندك ان هم مخلصين تعليم ومش لاقيين شغل، ولا هي مشكله في المدارس زي ما حضرتك بتقول؟ لا هم دلوقتي مخلصين وكل ما يروحوا يقدموا على حاجه يقول لك لا ما فيش شغل دلوقتي، فلما بيشتغلوا في القطاعات الخاص بياكلوا عليهم الفلوس بتاعتهم. بياكلوا عليهم الفلوس بتاعتهم. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي في عند جدح سباك عمل شغل لضابط شرطه. ضابط الشرطه بعد ما خلص عاوز يسترد فلوسه تاني يقول لك الشغل باي. قال له خلاص خد في الباص وخد فلوسك. هم دلوقتي عايزين يستغلوا الصناعيه زي العهد. طيب استاذ نصر ما بس عشان المشكله بتاعتك بس عايزه شويه بحث. استاذن حضرتك بس زمايلي في الكنترول عايزين رقمك ونعرف بس ايه الموضوع عشان نعرف بس نوصلك بالمسؤول. حسين من الغربيه. حسين. ايوه يا فندم. ايوه يا استاذ حسين اتفضل. بنتي. ايوه اسمعني من التليفون يا فندم، وطي صوت التلفزيون. نعم. اسمعني من التليفون وطي صوت التلفزيون. حاضر اتفضل. ايوه يا فندم. عندي بنت خريجه 2007 2007 2005 2005 2005 خريجة ايه؟ ايوه خريجة اداب تاريخ وعملت دبلومة في دبلومة تربوي وواخدة شهادتين من كمبيوتر واحدة جيد جدا واحدة امتياز. طيب هي دلوقتي المشكلة ايه؟ هي لا مش لاقية شغل يعني؟ لا مفيش قدامها الا. طب ما تقفلش يا فندم، هناخد رقم تليفونك بس نحاول احنا نتواصل مع بنتك. انا عايز اقول بس حاجه. اتفضل. احنا بنعمل دورات اسمها حرفي مع مجلس التدريب الصناعي في وزاره التجاره والصناعه. اسمها ايه فندم؟ حرفي. حرفي؟ حرفي دي 14 مهنه من المهن اللي هي زي صيانه الاجهزه المنزليه، زي صيانه التكييف، صيانه المحمول، صيانه بتحتاج المهن اللي حضرتك بتقول عليها دي. دي موجوده عندنا بنعملها مع مجلس التدريب الصناعي. احنا في نهايه التدريب بنديهم شنطه كامله، عده كامله تقريبا. الشنطه ما بين ثمنها من 1200 ل 1500 جنيه، شنطه كانه بيفتح لنفسه مشروع صغير. بس احنا عملنا الحاجات دي اللي هي الادوات اللي بيعمل بيها الصيانه بس حسب المهنه اللي هو اتدرب عليها 18 يوم. كويس. بس احنا عاملينها في الاماكن اللي هي المناطق العشوائيه زي جزيره الدهب، زي بنعملها في الصعيد. احنا دلوقتي عاملين عندنا يوم 29/4 جايبين بتوع حلايب وشلاتين عاملين لهم الدورات دي. دلوقتي في دوره شغاله في شمال سيناء في العريش شغاله، بنعمل للشباب بتاع رفع والشيخ زويد. في الاقصر عاملين دوره موجوده دلوقتي شغاله، شغالين في كل الصعيد، في سوهاج شغالين. الدورات دي جابت مردود كويس جدا والشباب بقى عنده اقبال، لانه بعد ما بيخلص الدوره بيلاقي نفسه بينزل مع الجزء اللي يشجعه على انه يشتغل حر نفسه. برضو احنا في دورات الدهانات مع كبرى شركات الدهانات في مصر، بيعلموه مش بطريقه عشوائيه ازاي تمسك فرشه وتدهن او ما تدهنش او كده، لا ده بالعكس
ده بيخليه كانه بيرسم لوحه. دي مدتها قد ايه برضو؟ 18 يوم الدوره؟ لا بتاعه الدهانات 15 يوم. 15 يوم. على فكره احنا نزلنا المناطق العشوائيه زي منشيه ناصر وزي جزيره الذهب، وبنعمل بناخد 300 واحد من كل منطقه عشوائيه بندربهم لمده شهر، 15 يوم على المحاره و15 يوم على الدهانات. طيب وبعد ال15 بعد الشهر بنوديه اماكن تبعنا اللي هي مراكز الشباب، لسه ما زالت لسه ما اتطورتش، يجرب فيها وبياخد بدل كويس خلال فتره التدريب. دي باجر برضو. باجر عشان اشجعه ان هو ياخد الثقه في نفسه، بعد كده يشتغل كوزارة بقى في مكان عارفه، ياخد الثقه في نفسه. وبعدين كمان بنوديه، احنا عندنا الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عنده تواصل مع المقاولين كتير جدا، وطالب مننا عماله كتير، وطالب عماله. دي مشكله تنزل. انا اقول لحضرتك بس على حاجه برضو عشان الشباب يتعلم منها. دورات الدهانات جالنا بنات كتير فيها، بنات استغربنا. لا البنات شاطرين يعني، شاطرين في كل حاجه. وبعدين لما سالنا احنا في وقت من الاوقات بنسال بنات كده، ليه انتوا بتاخدوا دوره الدهانات مع انكم ممكن ما تشتغلوش بيها؟ قالوا لان تعليم الدوره اللي بيدوها لنا مش بالشكل اللي هو العادي، ان واحده تمسك فرشه وتعمل دهان او تمسك السكينه المعجون لا، ده بيعلمها اصول ازاي الفنيات بتاعه المهنه. فبتقول انا لما اجي اعمل بيتي هبقى فاهمه الراجل اللي بيشتغل في بيتي ده بيعمل ايه. ما يضحكش عليها. برافو عليهم. طيب ميرفت من اسكندريه. الو صباح الخير. صباح النور يا ميرفت. لو سمحتي، انا عندي ابن خريج حقوق 2011 ولحد دلوقتي مش لاقي شغل خالص. هو فين ابنك؟ اي شغل. نعم. فين ابنك دلوقتي؟ اسكندريه. ايوه هو فين يعني، بيعمل ايه دلوقتي؟ نايم يعني ولا ايه؟ لا طبعا بيشتغل اي حاجه. طيب يا ميرفت قولي لي، ها ده المفروض هو عايز اي فرصه عمل ولا في مجاله؟ طبعا. لا مش شرط، ان شاء الله عمل اداري مش هتفرق يعني، المهم خريج 2011. هي المشكله في الحقوق والاداب الاول، حتى هم ما بيدوروش في المكاتب الحقوق يعني، ما بيروحش ما بيتحملش انه يشتغل في مكتب المحاماه. لا هي بتقول عايز يشتغل في اي حاجه يعني، ينزلوا مكاتب محاماه. ينزل تدريب الاول ويتحمل فتره 3 شهور. هينزل تدريب 3 شهور الاول يا ميرفت. ماشي مفيش مشكله فندم، مفيش مشكله. اتواصل معانا. حاضر يا ميرفت، ما تقفليش، استني ناخد رقم تليفونك. صابر. صابر معانا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ صابر. والله عندي ابني معاه بكالوريوس تجاره انجليزي. دفعه كام يا فندم؟ 2011 و2012. 2011. يعني قاعد يعني عايز اشوف له حاجه. هو بيشتغل شغل بس ايه، مش ببيع كده في مكان في مكان يعني بعيده، حتى هو الانجليزي اللي خده هينساه على كده. طيب في فرص عمل، هي مش ضروري تكون بالمؤهل بتاعه، بس هو هيكون عنده فتره تدريب برضو زي لا لو في شركات بتاخدهم على طول بدون فتره تدريب، هي بتدي تدريب للي هو عايز يشتغل بس مش مؤهل للعمل. طب هو يعمل ايه بقى صابر؟ هو يتواصل معانا حضرتك، واحنا هناخد برضه رقمه وهنعمل له تواصل مع الشركات. سيب رقمك يا استاذ صابر، يعني انا شايف في الشركات حتى الادويه. المشكله عندنا هي دي اللي بنلاقيها في الملتقيات، ان الابهات هم اللي بيجوا يقدموا لاولادهم، والامهات هم اللي بيجوا يقدموا. انا عشان يعني كده كنت بسالها ابنك فين؟ هو حضرتك بعض الناس، هو انا صادق في الراجل اللي بيقول، بس بعضهم يقول ده ابني اصله بيشتغل في شغلانه وهو بيكون نايم، هي دي المشكله. احنا عايزين يعني مش معقوله يعني. وفاء من الاليوبيه. ايوه يا مدام وفاء، اتفضلي. حاولي تكلميني تاني يا وفاء. هي على فكره حضرتك بتقولها دي برضو مشكله يعني، هم في طبعا مش كلهم، لان في شباب ما شاء الله كويس عليهم بينزلوا كلهم يعني طموح جدا، وبنات طموحه جدا وبتشتغل اي حاجه وتقدر يعني بيقدروا ان هم يبنوا نفسهم. وفي ناس تانية بيبقى قاعد كده مستني الوظيفه، لازم حد يتكلم لي، لازم حد يشوف لي، لازم بابا ينزل يشوف له شغل. فغير ازاي يا جماعه، عيب علينا قوي نبقى قاعدين كده نايمين في البيت، والدك ولا والدتك رايح يشوف لك وظيفه او رايح يحضر الملتقى عشان يشوف ايه الوظيفه المناسبه ليك، امال انت قاعد تعمل ايه؟ يعني هو عمل اللي عليه وربك وعلمك كمان هيدور لك على شغل. فيعني نفوق لنفسنا شويه، طبعا مش كلهم، بس الناس اللي بيبقى عندهم العقليه دي ياخدوا بالهم شويه من الحكايه اللي بتبقى صعبه على الاب والام ان هم يروحوا ويدوروا لاولادهم على شغل. طيب احنا معانا عبد النبي. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. والله العظيم حضرتك، انت من حضرتك من المنوفيه. من المنوفيه، اتفضل. طيب حضرتك عندي مشكله بالنسبه، كنت انا وعامل عمليه قلب مفتوح
وكنت واخد زي التوك توك قبل ما نعمل العمليه وصاحب التوك توك خده مني عمل لها كمين وخده مني ودخلت انا سجن 6 شهور ومرت خدت 3 وشاكينا تاني بحكم نهائي بسنه واخد بال حضرتك وطالب مني 12000 جنيه. طيب وحكم نهائي وادي بالنفاذ يعني. انت بتناشد مين دلوقتي؟ رسالتك عايز توصلها لمين؟ نعم يا فندم. رسالتك عايز توصلها لمين؟ اللي كان لاي حد من الناس القلوب الرحيمه دمت عشان انا ومراتي دي الراجل حكم عليا بحكم نهائي واخد بالك وانا عامل عمليه جلد وعندي بنتين توأم ومخطوبين والله ما جبت لهم معالجه ليهم. طيب طبعا اكيد في ناس كتير سامعاك دلوقتي يا استاذ عبد النبي واحنا وصلنا صوتك وسيب رقمك عشان احتمال كبير على مدار اليوم في ناس بتبقى محتاجه الارقام دي وان شاء الله يعني مشكلتك تتحل. ايمان من السويس. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا ايمان اتفضلي. حضرتك انا خريجه سياحه وفنادق. دفعه كام؟ سنه 2008. 2008 سياحه وفنادق اتفضلي. أيوة. يا حبيبتي. وكنت عايزه اي فرصه تعمل لي انا معايا اطفالي صغننين بس تكون قريبه يعني ما تكونش في السخنه لان اغلبيه الشغل في السخنه. طيب هنحاول. طب تسيب رقم انا ما سمعتش اخر حاجه اغلبيه الشغل انت إيه؟ انت اغلبيه الشغل بتقولي اغلبيه الشغل ايه؟ في السخنه عندنا في العين السخنه. في العين السخنه نونا وطفل صغير عن 3 سنين هي مش عايزه تسيب ولادها. انت مطلقه؟ انا منفصله عن جوزي وكان والدي بيساعدني يعني بس دلوقتي هو خلاص طلع المعاش. طيب هنحاول طبعا ان احنا نشوف حاجه تراعي الظروف اللي انت فيها. طيب معانا تليفون. معانا مين يا جماعة؟ علا من القاهرة. أيوة يا علا. صباح الخير. صباح الفل. علي صوتك. تلاقي ان انتوا بتتكلموا على الانشورنس والحاجات في الشركات مش لازم ميديكال يعني والمفروض في سوشيال لازم ايه؟ تمام. لا علي صوتك شوية مش عارفة اسمع كويس. الو. ايوة اتفضلي يا حبيبتي. اوكي انا متابعة ان انتوا بتتكلموا عن السوشيال انشورنس في الشركات والكلام ده كله تمام؟ اوكي بالنسبة لي أنا متخرجة من 2011 تمام؟ أنت خريجة إيه؟ أورت إديوكيشن. اوكي؟ بشتغل في كول سنتر من 2011 لحد ما وصلت تيم ليدر. قعدت سنتين على ما مضيت كونتراكت لما طلعت تيم ليدر تمام؟ تمام سنتين على ما مضوكي عقد؟ أصلاً. أصلاً. ودلوقتي بسبب حاجة حادث ما يعني سبت شغلي تمام؟ تمام. دلوقتي انا بشتغل بقالي سنه ونص كل شويه بتنطط في شركه اتنططت مش اقل من 7 شركات مفيش شركه فيهم طلبت مني ان انا امضي كونتراكت. دي حاجه بلس حاجه تانية خالص في شركه كبيره جدا اوتوموتيف رحت واشتغلت رحت وعملت انترفيوز كلها وعملت كل حاجه اكتشفت ان هم جاست عايزين يعمل عقد العمل عشان يبقى مسجل في مكتب العمل ان حد عمل عقد عمل كعب عمل تبعهم مش اكتر عشان يتحط لهم في مكتب العمل ان في ناس شغاله معاهم بس ما تامنش عليا وما رحتش ولغوا ماضي ان انا ساين الكونتراكت يومها الصبح تمام يعني بيخلوا ناس بيجيبوا طيب. كميات ناس بس خليكي معايا كده اقول دكتور محمود عايز يرد عليك. هي كانت المشكله دي قابلتنا احنا في الوزاره ولما عرضناها على سياده الوزير هو عمل لقاء مع وزير التجاره والصناعه السابق وقلنا ازاي نحل مشكله العقود والتامينات والكلام ده وحضر اللقاء ده الأستاذة الدكتورة غادة والي وزيرة التأمينات الاجتماعية وعملوا لقاء موسع مع الشركات ووزارة التجارة وقتها قالت أنا على أتم استعداد أتحمل قيمة التدريب بالكامل طول الست شهور لأي شركة بشرط أن بعد ما ينتهي التدريب وتقول لي أن الشاب ده أو الفتاة دي ناجحة في الاختبار اللي هو تحت الست شهور يعين بعقد والعقد ده يكون سنوي ويجدد يعني الوزارة التجارة تتحمل تدريب ست شهور في نفس الوقت انه تبقى في ضمان على الشركة. في شركات دخلت في المنظومة دي وعملت بروتوكول مع وزارة التجارة والصناعة يعني في نسبة كبيرة من الشركات دخل وفي شركات رفضت فدي بتبقى من خلال الشركة دي اللي بيبان جدية الشركات. الحاجة التانية الدكتورة غادة والي فعلا ساعدت مع الشركات تحل مشكلة التأمينات ان يا جماعة لازم نشوف حلول عشان الشباب يجي ويشتغل لان هو برضو الشاب بيتخصم له حصة لأن في حصة صاحب العمل وحصة الشاب بتستقطع من مرتبه وفعلا خدت الموضوع بجدية وهي بتدرسه يعني إن شاء الله. تمام شكرا يا علا. معانا أحمد من بني سويف. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل يا أحمد.
لو سمحت يا فندم، انا دبلوم صنايع قسم زخرفه حضرتك. قسم زخرفه. انت دفعه كام؟ انا دفعه 99. 99. دفعه 99 يا فندم. كمل يا فندم. نعم كمل. انا مش عارفه اسمعك كويس، معلش وطي التلفزيون. ماشي حضرتك. انا حضرتك عايز اشتغل او عايز اي فرصه عمل يعني حضرتك. حاول تكلمنا مره تانية. انا محمد من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. انا حضرتك دبلوم تجاره فوق المتوسط. دفعه كام فن؟ دفعه 2008. 2008. تمام يا فن. اتمنى اني الاقي فرصه عمل جيده يعني. دبلوم تجارة اكيد يعني في اماكن كتير قوي دلوقتي دكتور محمود اعلن عنها، شركات مواد غذائية، السوبر ماركتس الكبيرة، والشركات السيارات شركات الادوية والصيدليات ونسبة كبيرة جدا من شركات اللي هي الامن. الاول كان الشباب ما بيرضاش يشتغل في شركات الامن، يقول انا مش هشتغل حارس، وكان في بعضهم بيقولها بلفظ تاني يعني بواب او كده، معلش في اللفظ. لكن النهاردة الشباب بقى مقتنع بيها. ليه؟ لان لقى شركات الامن دي بتحرس بنوك، بتحرس منشات حيويه في الدوله. طب النهارده كل الجهات الحكوميه عندها شركات الامن، بتحرس انديه، بتحرس شركات كبرى. فبقى الشاب يجي، ده حتى النهارده بيتهافتوا على انه يروح مع شركه امن بتحرس مستشفيات خاصه في قسم الطوارئ. يعني ده تهافت من الشباب. عشان فهموا طبيعه العمل، فهموا طبيعه العمل، وبيبقى ليها مردود كويس يعني. هو يعني دي طبعا. طيب وفاء من الأليوبية. ألو، صباح الخير. صباح النور، اتفضلي. من فضلك أنا جوز بنتي كان في شركة محاسب يعني، هو بكالوريوس تجارة، وبعد كده الشركة اتصفت بقاله سنة، كل ما يعمل مقابلات مفيش أي فرصة عمل. بكالوريوس تجارة أكيد ليه. هو عنده ثلاث أطفال. بكالوريوس تجارة يعني. تيجي وتقدم معانا وبس. طيب زي ما قلنا يعني. طيب معلش بيقولك سيبي بس الرقم. أوكي. شكرا يا وفاء. احمد من الغربيه. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. صباح الخير يا استاذ مها. صباح النور، اتفضل. على ضيفك الكريم. اتفضل. انا بقى يا استاذ مها، انا كنت معلش هو الموضوع بعيد عن موضوعكم، بس انا كنت اتصلت بك الاسبوع اللي فات. بخصوص ايه فندم؟ كان عندي مشكله في وزاره الزراعه، فانا كنت عايز اتواصل مع الاستاذ عمرو اديب والاستاذ رانيا بدوي والناس. في وزاره الزراعه؟ طب خليك بس، ما هم هياخدوا، معلش عشان ده مش موضوعنا، انا اسفه يا استاذ احمد. خليك معانا بس، هنحاول ان احنا نوصلك. حاضر بيهم. طيب دلوقتي اللي انا فهمته من كلام حضرتك ان في يعني، او يمكن نحاول ان احنا برضو نوجه نداء للساده اللي مسؤولين عن التعليم والتعليم العالي والتعليم الفني. الناس دي كلها احنا يعني لو تعاونوا مع بعض كده، وما حضراتكم كوزاره الشباب، متهيألي هنسرع اكتر في موضوع ايجاد فرص العمل يا فندم. بالظبط. الناس لو لقت ان التعليم متوائم مع حاجه سوق العمل الحر، يعني النهارده زي الشباب اللي بيتكلم في دبلوم صنايع، النهارده انا لازم اوظف دبلوم الصنايع ده انه يطلع للمهنه اللي يتدرب فيها جوه اللي يلاقيها بره. عشان كده لازم اهتم بالتعليم الفني. بالظبط. الصنايع ده لازم يلاقي شغل، مفيش حاجه اسمها ما يلاقيش. احنا بقالنا 20 سنة بنتكلم ان في مشكله في التعليم الفني وما بيتطورش التعليم الفني، فدي مشكله. فلازم تبقى في اليه سريعه، واتعملت وزاره للتعليم الفني لوحده وبعدين اتشالت على طول. لكن عندنا عماله، وهو اللي بيخرج حتى من التعليم الفني ما عندوش الجوده انه يشتغل بره. ما هو مش مؤهل. مش مؤهل. انا مش عارفه بيتعلم ايه. فهي محتاجه بس شويه من يعني. صح. ان شاء الله. صح. طيب عمار من البحيره. أم عمار. أم عمار أنا آسفة، اتفضلي. والله هو جوزي معاه بكالوريوس تجارة، من متخرج دفعة 2006. 2006؟ 2006، قدمنا في شركات كتير ومفيش فرصة، لدرجة إن كان في شركة وهو وأصحابه اعتصموا قدامها علشان يقدم في الشركة، بس لازم بفلوس. طيب، لازم يدفع فلوس يعني؟ لا، في لازم بيبقى في من تحت الترابيزه كده اللي هو ادفع فلوس تدخل، فطبعا ما ينفعش كده، مين ولا مين هيدفع. طيب هو خريج كليه معاه بكالوريوس تجاره.
تمام. هو هي الشركات اللي هي بتقول عليها دي في شركات اللي هي بتوظف بفلوس، دي احنا ما بنتعاملش معاها نهائي يعني. احنا اساسا ما لناش علاقه بيها خالص يعني. هي بتبقى وسيط تاخد زي شبه سمسره من الشاب، لكن احنا عشان كده احنا ما بنتعاملش معاه نهائي. اي حد يجي على الشباب ما بنتعاملش معاه. صح كده. طيب ويا ريت تبلغوا لما تلاقوا حاجه زي دي يا جماعه، ارجوكم نبطل نهمل حقنا وبعدين نرجع نشتكي، نلاقي اي مخالفه اي مشكله اي حد بيجي على حقنا نبلغ الجهات المسؤوله ارجوكم، لان الناس ما بتبقاش عارفه. انتوا بتتعرضوا في الاخر لعمليات بتوصل احيانا للنصب وبسبب عدم ابلاغنا عن المخالفات. والشركات دي ما بتدفعش حق الدوله في الضرائب يعني، هي نفسها بتاخد من الناس وبيدخل لها دخل وما بتديش للدوله حقها. طيب نبلغ بقى. حسين من القاهره، غربية فنان. من الغربيه، اتفضل. ايوه حسين، ولا اتصلت قبل كده؟ اتفضل. انا قلت ايوه يا بنت فنان. مخصوص ايه يا فندم؟ بنتي خريجه اداب 2005 قسم تاريخ، وعملت 2 دبلومه في كمبيوتر، وعامله شهاده سنه تربوي. تمام يا فندم. احنا ايه حضرتك سبت رقمك ولا لا؟ لا لا. طب ما تقفلش وهما هياخدوا رقمك دلوقتي، معلش عشان اعرف اتواصل بس مع حضرتك، لان ما بتقفلوا على طول ما بعرفش اخد الرقم. عائشه من القاهره. ايوه ايوه يا عائشه اتفضلي. انا معايا الفونت اداب. دفعه كام؟ دفعه 2009. اه 2009 اتفضلي. وقدمت في كذا حاجه وما اتقبلتش، وكان في وظايف برضه في تيار اللي هي بتاعت الشباب بتاعت الحكومه وبرضه ما اتقبلتش. طيب انت عايزه اي فرصه عمل مش كده؟ اي فرصه عمل. اي فرصه عمل. طيب هو كويس والله ان الواحد بيسمع من الشباب ان هو عايز يشتغل يعني. دي نقطه ايجابيه جدا، وبتخلينا نقول الحمد لله الشباب بدا يسعى للعمل. وده لانه فعلا عايز، لانه حس ان في ظروف حياه موجوده عليه متطلبات، فدي خطوه كويسه. واي حد هيحس بالنقطه دي اكيد احنا كوزاره من مسؤوليات الحمايه هنساعد. طب عايشه تعمل ايه يا فندم؟ تتجه فين؟ عندنا يتواصلوا معانا يعني. احنا انا قلت سواء الكول سنتر سواء الصفحة بتاعتنا بتاعت وزارة الشباب يقدر يدخل عليها يروح مديرية الشباب. هيبقى ليها تدريب ولا مش شرط الشركة اللي هتاخدها تطلب تدريب؟ لا دي حسب الشركات، المعايير بتاعت الشركات هي مسؤولية الشركات يعني. طبعا. إذا كانت عايزة تدريب أو عايزة إن تاخده على طول أو تختار ده وتسيب ده كل ده للشركة. إحنا بنعمل كل جهدنا إن نجيب أكبر قدر من الشركات وأكبر قدر من الوظائف. تمام. إن نحطها يعني. النهاردة لما بقول عندي 45,000 وظيفة موجودة، ده حاجة مؤشر كويس غير الوظائف التانية اللي عماله تيجي يعني. في فعلا اعمال موجوده في مصر. في شركات وفي وظائف موجوده. طيب معانا تليفون محمد من الجيزه. محمد معانا؟ ايوه فندم، معاك مع حضرتك يا فندم. اتفضل يا استاذ محمد. انا شبه كفيف وكنت بدور على شغل، وقدمت في اكتر من 90 شركه. انت خريج ايه؟ خريج اداب قسم تاريخ جامعه القاهره. دفعه كام؟ دفعه 2012 يا فندم. 2012. هو كفيف. هو بيقول شبه كفيف. احنا عملنا مع شركات كتير جابوا لنا للكفيف موضوع الكول سنتر، كانوا بيعملوا له اختبار لو هو عنده قدره على الكول سنتر. هيسيب برضه بيانه، وهنتواصل مع الشركات اللي بالشكل ده بتاخد يعني في مهن بقى. بس ما تقفلش يا استاذ محمد لو سمحت. يدوها للحالات اللي زي كده. ان هو فعلا مؤهل عالي وعنده القدره انه يتكلم ويتواصل مع العميل اللي بيرد عليه في التليفون، فبياخدهم في الكول سنتر. عظيم. سناء من الغربيه. السلام عليكم. عليكم السلام يا سناء اتفضلي. بص لو سمحت، انا معايا ابني معاه بكالوريوس تجاره. تقريبا حضرتك تقريبا ايه؟ خريج سنه 2011 او 2012. بص حضرتك، يعني نفسي اشغله بالفلوس بتاعه. هو حضرتك يعني كان شغال في صيدليه وهو بيدرس، هو بكالوريوس تجاره صح؟ ايوه هو كان شغال حضرتك في صيدليه 6 سنين، الدكتور ما ادالوش يعني ما رضاش يامن عليه وكده وسابه، وهو حاليا شغال في مخزن ادويه وبيشتغل بالليل. حضرتك بالنهار بقى بيعمل دبلومه اللي بيعمل اللي هو كورسيات انجليزي، كورس اللي هو بتاع في المحاسبه، تخصص محاسبه. نفسي بقى اشغله بالبكالوريوس بتاعه، ان شاء الله يكون في قطاع خاص يعني.
ما هو المتوفر دلوقتي يا مدام، هو يا مدام سناء المتوفر دلوقتي قطاع خاص. تمام ماشي، بس يكون بشهادته معلش الله يرضى عليك، لانه هو اتبهدل كتير والله. بشهادته؟ ايوه. عايز تشغلي محاسب يعني؟ عايزه تشغلي محاسب يعني؟ هو ده متوفر يا فندم؟ في ده الشركه اللي بتطلب، الشركه هي اللي بتطلب يا مدام سناء. تمام، فهو يعني احنا هنستاذنك نحاول ناخد رقم تليفون ابنك، بس يعني زملائي في الكنترول هياخدوا رقم تليفون ابنك بيشوفوا ايه المتاح ليه، بس حكايه بشهادته دي انا مش يعني مضمنهاش. تمام، عشان بس ابقى صريحه معاك. لكن في بعض الشركات بتطلب محاسبين، ده برضه في وظائف بس يعني نوصلهم، لان ممكن الشركه تطلبه كمحاسب، ممكن الشركه تطلبه كحاجه ثانيه ما تتلاقيش، يعني في اشراف من الوزاره عليهم، فهم الشركات كلها امنه تماما يعني، ما فيش فيها اي نوع من انواع النصب، هم عاملين فحص ودراسه على الشركات كلها، وكلها شركات محترمه وامنه. طيب معانا مين يا جماعه؟ ناديه. ايوه اتفضلي يا ناديه. لو سمحت نادية وطي التلفزيون الأول. نعم ألو، وطي التلفزيون. أيوة وطي التلفزيون خالص. السلام عليكم. عليكم السلام. مش عارف أسمعك كده. طيب خلاص أهو. ألو اتفضلي. لو سمحت، ابني من 2009 مش لاقي شغل، عمال يروح كل الشركات مفيش شغل ليه، مفيش حاجة، وأنا مش عارفة أعمله إيه خالص، واشتغل وحاول يسافر كتير، صرف فلوس كتير عشان يسافر وما فيش. انا ارجو اي شغل يتعمل. طيب بص يا ناديه، شركات بص يا هو خريج ايه ودفعه كام؟ 2009. 2000 خريج ايه يعني؟ دبلوم تجاره. دبلوم تجاره، جامعه المفتوحه، والثانيه جامعه اعلام، كليه اعلام. ماشي، في جامعة مفتوحة. هستأذنك بس ناخد رقم دبلوم تجارة، متوفر ليه شركات كتيرة هتطلبه يعني. هاخد بس رقم تليفون ابنك، كنت في الكنترول ما تقفليش. معانا محمد. محمد. ايوه يا فندم السلام عليكم. عليكم السلام، اتكلمنا منين يا استاذ محمد؟ من الغربية يا فندم. اتفضل يا فندم. انا ليا اخ مخلص سيارة خريج 2011 يا فندم، لغاية دلوقتي مش حاطه على اي وظيفة خالص، واشتغل في فرع شركة التأمين في الغربية هنا في زرتا. راح اشتغل أكتر من شهر وما قبضوش، وفي الآخر ما قبضوش على عقد ولا أي حاجة. طيب هنعمله إيه؟ هو هما بيستعجلوا يعني، الشاب بيروح الشركة وبيبقى مش عايز يستنى إلا لما يعني ياخد وقته فيها. اللي أنا قلته الأول إن الناس تطمن بس إن الشاب عنده جدية، لأن ده تأمين وبيدفع ليه. مفيش مشكلة، لكن الشركة بتطمن الأول إن هو جد في العمل، جد يعني في العمل. أصل هو في بعض الشباب بيشتغل مندوبين فبيتعب بسرعة وبيزهق، ما بيلاقيش العمولة زي ما كانوا عرضوه عليه الأول، فالطبيعي ما بيلاقيش هو ما بيحققش التارجت اللي الشركة عايزاه، فطبيعي ما بياخدش العمولة دي حسب تحقيقك للتارجت يعني. بالظبط، فهو يعني بعض الشباب بيشتغل ساعتين ويزهق، أو بيلاقي لما بيروح لك أكتر من واحد بيمل، فبيقول انا بقلل من نفسي. فانا لكن هنجيب له يعني ان شاء الله تواصل. طيب وفاء من المنصوره، هو اي حد هيتصل احنا هنتواصل معاه يعني. طيب. او غيره او خلافه يعني. طيب احنا بنشكرك طبعا. وفاء السلام عليكم. عليكم السلام يا وفاء اتفضلي. إيه لو سمحتي، انا خريجه 2007 اللغه العربيه. حاولي تكلميني تاني بس عموما تاني هقول في المنصوره في 24 و25 مايو في يعني هتلاقوا فرص عمل كتير جدا، اكتر من 80 شركه هتكون متواجده هناك، وهيعملوا ملتقى وفي تدريبات وكل حاجه. 24 و25 الشهر اللي جاي مايو، لكل الناس اللي بتكلمها من المنصوره ويكي وفاء علشان الخط قطع معلش. طيب معانا ايمان من الجيزه. ايوه صباح الخير. صباح النور. انا بنتي معايا بكالوريوس تجاره 2012. تمام. 2012. اتفضلي. معاش يعني مش لاقي اي شغل لغايه دلوقتي. اشتغلت في مكان قبل كده ولا لسه مش لاقي شغل؟ بتشتغل بس مش دايما على طول. مش دايما على طول. طيب. طيب ما تقفليش، هنشوف هو ايه السبب انها ما بتشتغلش. هي ما بتقعدش في الشغل ليه يا ايمان؟ يعني نعم، هم اللي بيمشوها توفير عمل في كل الاماكن اللي اشتغلت فيها مشوها. عشان عايزين الاولاد اكتر بصراحه. طبيعه الشغل معلش. لا معلش، طبيعه الشغل بتبقى ايه اللي عايزين فيها اولاد اكتر دي؟ هي بتشتغل كانت مثلا في خدمه زمان او حاجه زي كده، اللي هي سوبر ماركت يعني.
سوبر ماركت. طب وده ايه الفرق بينهم؟ على فكره معلش. احنا كل السوبر ماركتات الكبيره اللي في مصر احنا عاملين معاها تواصل، بيطلبوا من بيطلبوا عماله كتير، وهم مقسمينها على الوظائف جوه، يعني حتى من ضمن الوظائف يقول لي منسق ممر، يعني كل حاجه لها وظيفه. كل السوبر ماركت قبل ما بيشغل اي حد فيهم بيعمل له تدريب على الوظيفه اللي هيشتغل. تمام، سواء ولد او بنت مش كده؟ احنا كان لينا تجربه معاهم، كانوا بيفتحوا في اسيوط فرع جديد احد السوبر ماركتات، فكان طالب 400 واحد مره واحده، فسالناهم هتشغلوا كل دول؟ قال لا، احنا بناخد 200 وبنخلي 200 احتياطي مع التدريب، عشان العماله دي باستمرار ما بتقعدش، بتتغير. هم اللي بيمشوا الاولاد، برغم ان بياخد حقه وبياخد. ليه بيمشي؟ بيمشي لانه هي عمليه شيفتات، يعني انا ممكن يبقى ورديتي بالليل، ممكن يكون الصبح، لان السوبر ماركت ده بيشتغل 24 ساعه. هم عايزين يختاروا وقت معين كله في توقيت واحد، انه عايز 8 ساعات مش عايز اكتر، شايف ان الجهد اللي بقى يعمله مش قد المرتب اللي هو بياخده. لكن هم ليهم معايير، وبرضه زي ما قلت كل شركه ليها معايير ولايحه بيمشي عليها. طيب معانا تليفون، معانا مين يا جماعه؟ عبد الرحمن، اسمع ليا عبد الرحمن. ايوه يا فندم. السلام عليكم. عليكم معاك. اتفضل، وطي التلفزيون بس الاول. انا بعيد عن التلفزيون خالص. لا وطيه. طيب طيب ماشي. دلوقتي انا بدور على شغل نظم معلومات، عشان انا من الاسماعيليه وكده، فمفيش شغل نظم معلومات. نظم معلومات في الاسماعيليه. انت خريج نظم ومعلومات، دفعه كام؟ 2011. الكول سنترز اعتقد ممكن بياخدوا. انا حاليا شغال كول سنتر في القاهره، انا الاسماعيليه شغال كول سنتر. انت عايز تشتغل في الاسماعيليه يعني؟ انا بدور على اي تي في الاسماعيليه، بس تقريبا القطاع الخاص كله في الاسماعيليه ما فيهوش اي تي. هو فعلا نسبه شركات القطاع الخاص في الاسماعيليه قليله. طيب يعني هنحاول نتواصل معاك، بس انت يا استاذ عبد الرحمن بتشتغل يعني بعيد عن البيت، بس ده حتى اسماعيليه مش بعيد قوي يعني، بس ماشي. هي في نقطه برضو مهمه، بس انا بدور على حاجه في اسماعيليه عشان استقر بقى، يعني واحد فاضل وبيدور على جواز، فبدور على حاجه في اسماعيليه. طيب حاضر، هنحاول نتواصل يعني نوصلك، بس يعني الاولويه بتكون لما ما عندوش شغل خالص. هي بس في نقطه مهمه على الموضوع ده، ان في بعض الشباب اللي بيشتغل بيقول ان هو ما بيشتغلش عشان بيدور على وظيفه احسن، يعني حتى لما بيكتب استماره او كده اللي هي في التعداد وكده يقول لا يعمل. فدي برضو ما بتخليناش نعرف منظور اللي هي حجم قوه العمل اللي بيشتغل. يعني على فكره يا جماعه احنا دي بيعاني منها برضو نراعي بس الحكايه الجماعة دي، اللي بيعملوا الاحصاءات والحاجات دي اللي هي قوه العمل. قوه العمل دي الناس اللي جوه فعلي بتشتغل، ما بتديناش المردود الصح، لان هو انا شايف نفسي مش في الشغله اللي انا حبيبها فبكتب بدون عمل. تمام. طيب معانا احمد من القاهره. صباح الخير يا فندم. صباح النور حضرتك. والله انا يعني انا بقالي 6 اشهر قاعد من غير شغل. وبعد خريج ايه؟ مش ما سمعتش. الو السلام عليكم. خريج ايه يا استاذ احمد؟ خريج دبلوم يا فندم. دبلوم ايه؟ دبلوم تجاره. دفعه كام؟ دفعه 2008. طب هو كان شغال؟ انت كنت بتشتغل؟ انا كنت شغال. شغال في مطعم سمك بس. سبت الشغل ليه؟ دكتور محمود بيقول لك كنت شغال في مطعم سمك، وبعدين المطعم ده قفل وكده ونقلنا في مكان تاني، وربنا بقى ما كرمش، جه والدي توفى وكده، والمشكله بقى الدنيا اتلخبطت معايا خالص. دبلوم تجاره اعتقد في شغل كتير. شغلانات كتير. هو بيقول لك امن وبتاع، والامن ده اصلا يعني هو مرتباته بتلاقيه 450 جنيه وبتاع، وانا معايا يعني. لا 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 لا، ما فيش 450 جنيه دي خالص. في يا فندم الدكتور محمود بيقول حد ادنى كل الشركات اللي معاهم 1200 جنيه شغال فيها يا فندم، ومرتبه ما بيزيدش عن 600 جنيه. مين؟ خالي انا كان شغال فيها ومرتبه ما بيزيدش عن 600. الشركات اللي تابع وزاره الشباب يا استاذ احمد الحد الادنى فيها 1200 جنيه حتى شركات الامن. فهستاذن حضرتك نتواصل معاك، ان شركات الامن لا ما فيش 450 جنيه دي خالص. هناخد رقم تليفونك. ام احمد من القاهره. طيب انا اسفه ام احمد، سيبناكي على التليفون كتير، حاولي تكلمينا مره تانية. هو احنا نتاكد ازاي يا فندم ان الشركه دي بتبقى تبعكم غير عن طريق الموقع؟ لا مش تبعنا، هي الشركات اساسا مش تبعنا، يعني انتوا اشرفتوا عليها او سالتوا عليها؟ يعني عشان بس الشباب يطمنوا، لان لو عرفت ان في حضرتك فعلا مهم. احنا في البدايه جديه الشركات، ودي احنا كنا بنعمل حاجه من عندنا كوزاره شباب،
بنجيب منهم بيان بالولاد اللي هم فعلا اتصلوا بيهم وشغلوه، وبنجيب تليفوناتهم وبنعمل بدون ما الشركة تعرف، بنتصل بالشباب بنتصل بيهم ونسألهم هل تم فعلا الكلام ده ولا لا والكلام. واحنا بندخل معنا كمان وزارة القوى العاملة عشان هي تتواصل لو في مشكلة، ان واحد قال ده الشركة دي بتعلن مجرد انها بتعمل اعلان عن نفسها بس وعايزة تيجي الملتقى مجرد انها تحط بانر، ده بنخلي معنا القوى العاملة من جدية التأكد من كده. تمام. لكن اللي احنا شايفينه ان فعلا في شركات كتير عايزه فعلا عمل، لان هو بس اختلاط ان الشركات اللي محتاجه والشركات اللي ساعات يعني بتبقى. لا بس اقول لحضرتك يعني انا عندي مطعم الوجبات الجاهزه دي كتيره جدا وشغاله ما شاء الله، كلها محتاجة. القوه اللي هي الشرائيه موجوده في كل الحاجات دي، فهي محتاجه اعمال. السوبر ماركتات محتاجه اعمال، شركات الامن محتاجه اعمال، الشركات الصيدليات شغاله كويس ومحتاجه اعمال، شركات السيارات محتاجة عمالة، كل ده موجود. طيب معانا محمد من البحيرة. ايوه فندم. ايوه اتفضل يا استاذ محمد. لو سمحت والله انا بتصل بصباح تريم، عندي مشكلة والله. اتفضل انت على الهوا، ايه المشكلة؟ سيادتك دلوقتي انا اتصلت الاسبوع اللي عدى عشان كرسي لابني معاق، وعندي الولد الثاني ما بيشتغلش. طب الكراسي وصلت على فكره، كان في متبرع والكراسي عندنا 18 كرسي، بس انت ما سبتش رقم تليفونك يا استاذ محمد، فلو سمحت ما تقفلش. الكراسي وصلت الحمد لله، معانا 18 كرسي للناس اللي محتاجه. مصطفى من المنوفيه. مصطفى صباح الخير يا فندم. اتفضل يا فندم. صباح النور. صباح النور. انا متخرج دبلوم صنايع من 2009 2008، فني كهرباء. فني كهرباء. وما فيش اي، قاعد من غير شغل، ما فيش شغل بس فني كهرباء. دي حاجه تحزن يعني، انت فني كهرباء. فني كهرباء يعني قاعد من غير شغل ازاي؟ لا افتح مشروع لوحدك وهنجيب للصندوق معاك ويساعدك فيه. بالظبط. البلد اللي انا فيها. انت مش بقى عشان الاقي لك وظيفه بقى في الشركه يا استاذ مصطفى، ده احنا يعني انت تفتح مشروع، يعني الصندوق الاجتماعي هيساعدك ان انت تفتح مشروع، بس ما تقفلش والنبي. خليك معانا. عفت من القاهرة. ايوه يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا فندم، اتفضل. انا ابني خريج انفورميشن سيستم، نظم ومعلومات انجلش. دفعة 2008. ولغاية دلوقتي ما اشتغلش، مش لاقيين الوظيفة اللي هي تناسب تخصص. تناسب تخصص نظم ومعلومات محتاجينها في حاجات هي كتير. يا حضرتك ده عرض وطلب من الشركات الوظائف، ومش انا اللي بقرر، ده الشركه بتعمل اختبار. طب يا فندم هو في فرص عمل، بس احنا مش يعني مش هنضمن ان هو يشتغل في مجاله. هو في فرص عمل عامه يعني، ممكن تكون في مجاله كتير. بس هو بتختبره الشركه وبتقرر تاخده ولا ما تاخدوش. وفي اختبارات وفي دورات تدريبيه وكده، فهل حضرتك ابنك عنده استعداد لده؟ اوكي يا فندم. طبعا طبعا. هو ما اشتغلش خالص بس ابنك. هو ما اشتغلش مش كده؟ لا ما بيشتغلش. لا لا هو دور ولا حضرتك اللي يعني؟ لا دور يعني بيروح وبعدين يبتدي يقابلوه ويقولوا لا تخصصك اصلا مش يمكن الحاجات اللي مش مناسبه معاك. لان هو بيركز على عايز يشتغل تخصصه، فبيدوا له حاجات تانية. طب يا فندم الشغل اللي موجود دلوقتي مش شرط يكون في تخصصه. مش مهم. مش مشكله. اهم حاجه يشتغل. هو عايز يشتغل وخلاص. كويس. طب كويس قوي. حضرتك بس ما تقفلش لو سمحت. ام عمار من البحيره. ايوه انا ما كملتش. لما انت على الهوا يا ام عمار اتفضلي. انا المشكله عندي ام عمار وطي التلفزيون خالص واسمعيني من التليفون. انا بقول انا المشكله حقيقيه مش سامعه حاجه. مش سامعاكي كويس. الشبكه الشبكه مش حلوه. انا اسفه ام عمار، حاولي تكلميني تاني. عبد الفتاح من الجيزه. سامعك يا فندم. اتفضل. حضرتك يا فندم كان عندي مكتب كمبيوتر لو سمحتي، واتقفل يا فندم في ظروف الثوره وكده. وعليا كان عندك مكتب كمبيوتر؟ ايوه يا فندم كان عندي مكتب واتقفل يا فندم بقى له 4 شهور وعليا فلوس يا فندم، وكنت عايز بس حد يساعدنا بس لو سمحت عشان المورد رفع عليه قضيه يا فندم. مين اللي رفع عليك قضيه؟ المورد يا فندم اللي عليه ليه فلوس يا فندم. المورد. يا فندم كان في مبلغين يا فندم، فكنت عايز حد بس يساعدنا يا فندم، وانا واقف من الشغل بقى لي 4 شهور ومفيش شغل برضه. طيب الساده المشاهدين لمن يهمه الامر دلوقتي، الاستاذ عبد الفتاح كان عنده مشروع، المشروع لظروف
يعني خارجه عن ارادته دلوقتي، هو محتاج مبلغ علشان يقدر يقوم المشروع ده تاني. لو حد من حضراتكم قادر ان هو يساعد الاستاذ عبد الفتاح لو سمحتوا تواصلوا معانا، ورقمه على فكره خدوه، بيبلغوني دلوقتي زمايلي في الاعداد ان هم اخذوا الرقم. حاضر. معانا نجيب من القاهره. هو يا فندم. يا استاذ نجيب، انا دلوقتي عندي مشكله مش خاصه، اعتبرها مشكله عامه. مشكله عامه يعني ايه؟ ايوه يا فندم. اي مشكله عامه يعني ايه يا استاذ نجيب؟ انا دلوقتي يا فندم المفروض ان النهارده القانون بيديني الحق للعروسين يعملوا شهاده صحيه. مش سامعه يا فندم، الشبكه وحشه. انا دلوقتي القانون بيديني الحق اعمل شهاده صحيه للعروسين. شهاده صحيه للعروسين يعني بنتي وعريسها. قبل الجواز. بنت قبل الجواز. يا فندم تمام تمام. طب ايه المشكله؟ المفروض ان انا بعملها بمستشفى حكومه. القانون قال كده. رحت مستشفى عندي هنا اسمها جهان في الزاويه الحمراء، واليوم الواحد قالوا ما عندناش، النماذج خلصت. فقالوا طب طول ما جماعه عملها تبعها بالتليفون، قلت له في وزاره الاوقاف اللي هي زايد جلال او الحصين، قالوا لا مش تبعنا، مش تبع الحكومه. طب رحت رايح الساحل في شبرا. ورحت رايح الخزندره، قالوا ما فيش. لكن في راجل طيب امير اسمه اشرف، رجل امن، قال لي اعملها لك انا يا حاج، حط لي الورقه و150 جنيه على الترابيزه. حطيت له جبالي تاني يوم معتمدا من مستشفى قليوب العام، امضي الدكتور وخيط منسر، ومعايا التليفون بتاع الراجل ده كده بيبلغ. يا ريت يا جماعه من وزاره الصحه حد يكون سامعنا عشان يسمع الواقعه اللي احنا المؤسفه دي. انا شو بشكرك يا استاذ نجيب انك قلت لنا الموضوع. طيب، وبشكر ايجابيتك طبعا ان انت يعني ما قبلتش ان يحصل ان ده يحصل كده، واحنا طبعا دي محاوله منك مهمه جدا للقضاء على الفساد اللي موجود، اللي بساعات كتير قوي بيكون اسرع من الحاجات الايجابيه، بس يعني بحييك. معانا عواطف من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا عواطف. لو سمحت حضرتك، انا ابني حاصل على بكالوريوس سياحه وفنادق. دفعه كام؟ 2013. 2013 ايوه. وما اشتغلش لغايه دلوقتي. ما اشتغلش خالص. على عربيه فول كده بس وضعها مش مستقر، يعني اما بتيجي الشرطه وكده بتحركهم من مكانهم يعني، وبيمشي هو مش بتاعته، شغال مع صاحب العربيه. طيب، سياحه وفنادق، في مطاعم. دكتور محمود، دلوقتي في مطاعم كتير قوي 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 طلبة. محتاجه ال يعني الخريجين عنده توصيل وعنده ناس جوه في السوبر ماركت كمان. السوبر ماركت والله كتير جدا، بس هم يتواصلوا معانا يعني، يتواصلوا معانا بس على فكره يا دكتور، هم ممكن ما يكونوش عارفين ازاي كانوا يتواصلوا. احنا بس عشان كده البرنامج بتاع حضرتك ده اكيد هيسمع ويعرف الناس ان في تواصل مع، هتكلم كل الناس دي مش كده؟ والله ان شاء الله. وعشان كده بقول لحضرتك الاسبوع الجاي اسالونا عملنا ايه عشان أكيد. نبقى ما هم سامعين حضرتك دلوقتي زمايلي بيقولوا هيك. مصداقية للبرنامج كمان. ربنا يخليك يا دكتور. طبعا احنا بنحييك، بس يعني هو في كل الناس اللي اتصلوا دول عندهم امل كبير جدا ان شاء الله حضرتك. بس طبعا زي ما قلت احنا بنتعامل مع شركات وهنحاول لهم باقصى جهد ان شاء الله. اكيد طبعا. طيب، معانا مصطفى من السويس. ايوه مصطفى. مصطفى عادل محمد عثمان. علي صوتك يا استاذ مصطفى من فضلك. مصطفى عادل محمد عثمان. اتفضل يا فندم. لو سمحت، انا بكالوريوس هندسه 2014 وما فيش وظائف، يعني بنحاول ندور في الشركات ولا حاجه زي كده. انت حضرتك دلوقتي خريج 2014، طب انا يعني دلوقتي الشغل اللي مطلوب انك تكون بتشتغل في مجالك، يعني لازم تشتغل مهندس ولا اي فرصه عمل؟ اي فرصه عمل. اي فرصه عمل ايه المتاح يا دكتور بالنسبه للخريجين هندسه يعني ممكن؟ والله شركات السيارات طالبة، في شركات سيارات معانا طالبة، شركات ليها اسمها يعني، بس على حسب بقى مكانه والفروع بتاعت الشركات. طيب، تخيلوا ان وعلى فكرة المصانع، مصانع في شبرا كتير طالبة مننا، وفي مصانع في 6 اكتوبر كويس طبعا خارجين هندسة. مصانع 6 اكتوبر زي ما حضرتك تفضلت في البداية، عاملين وسائل الانتقال من الاماكن اللي هي المركزية، يعني مثلا بيعملوا وسيلة أوتوبيس من ميدان التحرير، من شبرا، من رمسيس، كتير يعني. بشوف تخيلوا بقى ان البطالة كمان امتدت للمهندسين، يعني مش عارف نقابة المهندسين فين يعني، والمسؤولين فين يعني، حتى المهندسين مش لاقيين شغل. مش كنا موتين نفسنا عشان أولادنا يبقوا مهندسين ودكاترة؟ احنا عملنا كده في نفسنا. طيب، مينا من كفر الشيخ. ايوه.
اتفضل يا استاذ مينا. انا كنت عايز اتكلم. انا خريج تربيه نوعيه قسم تربيه فنيه. دفعه كام؟ اقدم في الموضوع ده. محافظه كفر الشيخ. انا دفعه 2010. دفعه 2010. يا مينا. نعم. اتفضل قول لنا ايه المشكله. انا ما بشتغلش خالص بقالي حوالي 7 سنين او ما فيش اي حاجه. انت ما اشتغلتش خالص ولا اشتغلت وسبت؟ لا ما اشتغلتش خالص. ما دورتش على شغل خالص يا مينا؟ ما كانش في اي حاجه. تربيه نوعيه ده يقدر يشتغل حتى مدرس ينزل يعني. بقول لك ايه يا استاذ مينا؟ قدمت في ال 30. ما فيش يعني ايه؟ انت دورت وما لقيتش؟ دورت فين؟ دورت في كذا حته، في كذا منطقه يعني. زي ايه؟ دورت ايه؟ في شركات ولا مصانع؟ رحت دورت في حكايه تدريب كان في الشباب رياض ما كانش فيه، ورحت دورت في حاجات ثانيه كتير ما جاتليش. طب يا مينا يعني هناخد رقمك ونحاول ان احنا بس نوصلك علشان نلاقي شغل يعني مناسب ليك، بس يعني مش حاسه ان انت دورت قوي يا مينا. يعني لان انت كان ممكن يبقى ليك. انا كان عايز تخصص. طيب معانا محمود من اسيوط. ايوه السلام عليكم. اتفضل يا فندم، اهلا بيك. والله انا مشكلتي كبيره، انا من 87 واخد الدبلومه وما توظفتش لحد دلوقتي. من 87؟ طب رب يطلع معاك. حضرتك بقالك 30 سنة يعني؟ مش توظفنا ولا أي حاجة فيه. ما مش توظيف هو، بس بيكون شغال يعني. أنت يعني بتشتغل وما اشتغلتش في الحكومة، ولا أنت حضرتك يعني ولا شغال في حكومة ولا غير حكومة ولا أي شيء، ولا بره ولا جوه؟ أمال عايش إزاي؟ اسمعني بس، اسمعني. عايش إزاي؟ عايش بالإجرة باليومية. بالإيه؟ باليومية. يعني بتشتغل؟ باليومية. تشتغل ايه؟ وعندي حساسية وعيان وكل شيء، عندي حساسية. اسمعني بس، بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟ فلاح باليومية. بتشتغل في أرضك يعني؟ لا، أرض الناس. بالأجرة. بالأجرة. وأنت عملت ايه يعني في ال 30 سنة اللي فاتوا؟ ما حاولتش أنت تدور على شغل تاني؟ سافرت السعودية ورحت اشتغلت بره وجيت والعملية ما فيش. ده انت اشتغلت كتير يعني يا استاذ محمود اهو، سافرت ورجعت. طب مشكلتك ايه دلوقتي؟ مشكلتي عاوز وظيفة، عاوز اشتغل اي حاجة، معايا العيال ومعايا دي، وقعدت من السعودية. وظيفة. طيب هو انا يعني مش هقدر اوعد حضرتك بوظيفة دلوقتي، يعني حضرتك خليك خريج 87، فالوظايف اللي دكتور محمود بيقول عليها لحد سن 35 سنة بس. بس هنحاول ان احنا نشوف الشركات اللي ممكن يبقى امن او كده. طيب عبير فصلت. عزت من اسيوط. ايوه يا فندم صباح الخير. اتفضل يا استاذ عزت. انا اتكلمت قبل كده مع حضرتك مع القوى العامله، وبرضه رحنا ما فيش شغل، واديني بكلم حضرتك تاني. عند بنتي من 2007 بكالوريوس تجار. وقدمنا لها كذا مره، وقدمنا لها في جميع. قدمت لها فين؟ نعم يا فندم. قدمت لها فين؟ قدمنا لها في القوى العامله لما كان مع حضرتك مدير التشغيل الاستاذ محمد، وخد الرقم وما واتصلت بيهم كذا مره ما حدش رد. واديني بتصل بحضرتك يا معاك روح تجاره في النهارده شركات كتير. طيب المسؤولين مع سعادتك بيتكلموا وبيطلعوا وما فيش شغل، بيضحكوا على الناس. لا لو سمحت دكتور محمود رد عليه من فضلك. ما انا قلت في البدايه ان احنا في ناس بقى يعني حضرتك معانا كده يا استاذ، هو تقريبا ما سمعش البرنامج. ان احنا بنقول بيعمل تواصل معانا، احنا بنبذل جهد، اذا ما صدقناش بيرجع للبرنامج اللي استضافنا يعني. احنا واحنا مع الشركات، بس هو ما يجيش بقى ان الشغل ما جالوش على الهوا، ان هو في مكانه وانه كذا، يقول لا ده المسؤولين او الحاجات دي كلها. بالعكس انا مش خسران حاجه. طب انا ممكن من الاول ما اطلعش واقول انا ما اعرفش وما فيش شغل. لا بالعكس، المسؤوليه المجتمعيه لينا كوزاره بنقول ان احنا تواصلنا مع الشركات وفي فعلا صدق. لكن كل الحكايه ان هو هيروح بنته هتختبر في الشركه، انا ماليش دور هنا يعني. هي بتختبره، الشركه بتختبر اللي متقدم ليها، بتشوفه قابل للظروف ولا. انا هقول لحضرتك بعض الشركات لما سالناهم بيقولوا لنا احنا بنسال الشباب انت عايز تاخد كام. في بعض الشباب اللي بيروح بيتقدم بيقول له اقل حاجه 4000 جنيه، فبيقول له ليه؟ يقول له هي دي اللي تعيشني معيشه كويسه. فطبيعي انا كصاحب شركه او اتش ار او بتاع موارد اقول له شكرا.
اما يقول له طب لو بديت ب 800 وبعدين نديك حوافز عليها بحيث توصل 1200 1400 يقول له لا لا انا ما ابداش من ب 800 وما ابداش ده مؤهلي كذا وانا واخد دورات كذا. فطبيعه المقابله احنا بقى بندرب كمان الشباب والبنات والحاجات دي ازاي تسوق نفسك، ازاي تعمل سي في كويس، ازاي وانت في المقابله تقنع اللي قدامك انك عندك استعداد للشغل. عشان كده عاملين حاجه اسمها مراكز الاستشارات المهنيه ومراكز تنميه المهارات ومراكز المشوره ومراكز اللي هي نادي الوظيفه. طب انا كل ما ينفعش ابقى يعني بدور على شغل بكل طاقتي وبعدين اروح الاقي شغل ب 1200 جنيه فاقول لا انا عايز اربعه. طب يعني انا كده بضر نفسي وبضر صاحب العمل يعني انا مش عارف العقليه دي يا جماعه لازم تنتهي. اللي بياخد 1200 النهارده بكره هياخد ثلاثه. فارجوكم يعني حتى وبعد كده ايه انا قبل ما اسمع الجمله دي بسمع جمله ايه انا عايز شغل وخلاص. طب انا عايز شغل وخلاص. طب وفي شغل على فكره صاحب عمل هيجي له واحد بيشتغل كويس وهيمشيه. دي نقطه لازم الناس بتبقى يعني بتحافظ. الشركات دي بتستثمر الدقيقه اللي موجوده عندها. هم الناس بيعظموا عايز يروح حكومه ليه؟ هو متخيل الحكومه بيقعد على مكتب ساعتين ثلاثه وبيقوم مروح ومضمون مرتبه ومفيش الحكومه دي ملهاش مثلا حتى لو حصل وقوع في الاقتصاد المرتبات ماشي. لكن الشركه بيبدا يحط عليه جزاءات بيحط عليه في جديه في بالساعه يعني بيدخل الساعه 8 بس لازم كل الدنيا ماشيه كده يعني شغل نمبر اوف اورز يعني عدد الساعات. الدنيا كلها ماشيه كل كده مفيش حاجه اسمها اروح اقعد على المكتب وامشي الساعه 2 وامضي وامشي والكلام ده خلص خلاص. احنا 90 مليون مش هتستحمل يعني الدنيا مش هتستحمل التفكير بالطريقه دي يا جماعه. طيب سامية من الجيزة. ايوه صباح الخير. صباح النور. من فضلك يعني بنتي من 2004 لحد النهارده بتروح قطاع خاص او بتشتغل بس يعني شغلات مش حلوه. يعني ايه مش حلوه؟ مش حلوه ازاي يعني؟ يعني مره تبقى هي وصاحب العمل لوحدهم في قاعدين في الشركه فدي بتسبب يعني بتبقى خطوره. ممكن هي مدام سامية بنتك خريجة ايه؟ بكالوريوس تجارة. طيب هي عايزة اي فرصة عمل مش كده؟ هي عايزة بشغلتها يعني. عايزة ايه؟ بشغلتها. عايزة بشغلتها مؤهلها يعني. مؤهلها. طب احنا لو لقينا حاجة مش مؤهلها تبقى حلوة يعني في اي شركة طيب. اي شركه حلوه مضمونه. انا عايزه حاجه البنت لا مضمونه يعني من جهه مضمونه فهي مضمونه وانا مطمنه عليها. وزاره الشباب والرياضه اللي بتوفر يعني بتعمل مع الشركات ما تقلقيش يعني من جهه مضمونه فهي مضمونه. حاضر يا سامي. عبد الحكيم من نجع حمادي. ايوه يا فندم السلام عليكم. اتفضل يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله. والله العظيم احترنا يا فندم احنا بنسال جميع الجهات ولا مسؤول رد. انا معي ابني من بكالوريوس هندسه من 2008 اشتغل في القطاع الخاص سنتين وبعد كده انا محتاج جنبي انا رحت على المعاش شغال في شركه مصر الالومنيوم بنجاح. خريج ايه بس يا استاذ حكيم؟ والله نعم. هو خريج ايه ابنك؟ خريج هندسه اسيوط. هندسه اسيوط. الكهرباء. وبعدين احنا شغال في المصنع والمصنع ده ربنا رئيس مجلس اداره ليه خمس سنين النهارده ما رضيش يعين حد. والشركة محتاجة 100 مهندس على يعني محتاجة 100 عمالة كبيرة وكل ما يعني الشركة محتاجة وهم مش بيعينوا؟ والله ما رضيش يعين بيقول الشركة ظروفها كذا والدولة ظروفها كذا وانا عندي تعليمات من فوق. لا في شركات طالبة في شركات كتير طالبة. هو عايز شركة معينة بتاع الألمونيوم. طب بقول لك ايه يا أستاذ عبد الحكيم؟ أصلي يا باشا أنت عايز شركة معينة ولا أي فرصة عمل لابنك؟ يعني عندنا محطة كهرباء في نجاح حماد وعندنا محطة كهرباء في الملاجدة والمصنع اللي أنا شغال فيه طالع المعاش الشهر الجاي. عايز نفس المصنع اللي هو فيه. يعني أي فرصة مش هقدر أوفر لك في نفس المصنع بس هقدر أخلي يعني ابنك يتواصل مع مجموعة من الشركات بس في نفس المصنع مش هقدر. كهرباء حتى جنبنا محطة كهرباء نجاح حمادي الملاجدة يعني في مجالات جنبنا داخل المحافظة أنا محتاجه جنبي عشان ظروفي الصحية وفي ظروف. أنت محتاجه جنبك في نفس المكان. انت يعني كده بس بتضيق يعني عليه فرص العمل يا استاذ يعني عبد الحكيم. يعني المصنع فيه منافس كثيره جدا يعني هو بيعين عقود لك ناس يطلع المعاش يعمل له عقد ب 2000 ويقول له خليك قاعد. طيب يطلع المعاش يجيب ناس مؤجره من الشارع ده بقول لك الشباب ده حرام يقعد في البيوت يعني حرام بجد يعني يعني. حاضر يا فندم حاضر هنحاول ان احنا يعني نتواصل معاك بس يعني او ابنك ممكن يفضل ان هو اللي يقدم نفسه
اكتر. طيب اخر تليفون معانا معلش عشان الوقت، محمود من الاهليه. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. انا محمود مش عارفه اسمعك كويس بس علي صوتك. بقول لك معانا معايا ليسانس اعداد. ليسانس خريج دفعه كام؟ 2013. 2013 ليسانس اداب. وعامل دبلومه عامله في جامعه المنصوره. تمام. طيب فرصه العمل بس عشان نبقى صرحاء مع بعض، فرص العمل اي فرصه ولا حاجه ليها علاقه بمؤهلك؟ اي حاجه كورس نطاق محافظه الاسماعيليه. اي حاجه؟ انا مش سامعه كويس. اي حاجه مش كده؟ نطاق محافظه الاسماعيليه. اي حاجه في محافظه الدقهليه. طيب هنحاول. احنا في الدقهليه رايحين 24 و 25. طيب 24 و25 جايين دول مش كده؟ ان شاء الله. مايو. مايو 24 و25 مايو يا استاذ محمود وكل اهالي الدقهليه. طيب عايزه طبعا اقول لكم ان للاسف احنا وقتنا خلص، بس زملائي في الكنترول لسه بيستقبلوا تليفوناتكم وهيوصلوها لدكتور محمود اللي بشكره جدا جدا لسعه صدره النهارده، ولا يعني حلقه الوصل المهمه جدا اللي هو عاملها ما بينه كجهه حكوميه وما بين الشركات الخاصه لتوفير فرص عمل والقضاء على البطاله. الحقيقه حضرتك والوزاره بالكامل عاملين مجهود رائع جدا يحسب لكم. واحنا النهارده قمنا بهذا الدور ان احنا حاولنا ان احنا نعرف الشباب، لان واضح كمان ان هم في ناس كتير ما كانتش تعرف الموضوع ده. بس فرص العمل هقول تاني، موقع مصر تعمل، ندخل على موقع مصر تعمل اللي احنا وريناه لكم في بدايه الحلقه، وازاي تقدروا ان انتوا تدخلوا على هذا الموقع علشان تلاقوا تسيبوا بياناتكم، والموقع بيوصلكم بالشركات. الموقع قدامنا على اهو. تمام. بندور على شغل ويفتح وهيلاقي متقسم المجالات اللي هو ممكن يدور حاجه المناسبه للمؤهل بتاعه ويدخل عليها. ونكتب البيانات هنا كده زي ما احنا ايه بعد كده هيقول له اكتب. هيلاقي مثلا مجال شركات الاغذيه، شركات كذا، والوظائف كل شركه بالوظيفه بتاعتها وكده. تمام. هنتواصل معاكم. انا عايز اقول حاجه بس للشباب في الاخر. اتفضل. بعد اذن حضرتك انا استغل القناه القيمه بتاعت حضراتكم. شكرا. احنا يعني نفسنا الشباب يحس باللي بتعمله الدوله. الكلام ده ما بيتقالش كلام في الهواء او حاجه، لا، الدوله بتعمل، والدوله في الضغوط اللي احنا فيها بعد 2011 اكيد في حاجات كتير توقع اي دوله، وفي دول كتير وقعت بسبب الضغوط اللي عليها، لكن مصر متماسكه. فلازم الشباب يكون هو السند ان مصر تفضل متماسكه. احنا لو الشباب ده ما حافظش علينا وعلى بلدنا وعلى كل حاجه فيها، احنا اللي مضرورين. يعني تعالوا شوفوا الدول اللي وقعت واللي حصل فيها لاجئين والحاجات دي كلها، مشيت بره، الشعوب بتاعتها بتندم دلوقتي. مش عايزين نخلي نفسينا نندم. هي مصر الحمد لله مش هتقع، ولا في عهد التتار وقعت، ولا في اي عهود وقعت، ان شاء الله مش هتقع. حتى الدوله الوحيده اللي حصل فيها نكسه من 67 وقامت في 5 سنين بقت من اقوى الدول، وده ما حصلتش خالص. مصر من 67 ل 73، فده بيبين ان الدوله هنا قويه. انا اقصد اقول الشباب لازم يكون معانا، يسيبوا من الفيسبوك والاشاعات، يسيبوا من القضايا اللي بتشوشر على البلد. خلي بالك انت بتحمي بيتك وبتحمي اسرتك وبتحمينا وبتحمي نفسك وبتحمي جيرانك. مش عايزين نحط نفسينا في حاجه نعيش في ورق. هقول حاجه اخيره، الوظائف اللي الناس بترفضها، بعض اللاجئين اللي جالنا من بلاد العربيه وهم اشقاء لينا بينزلوا يشتغلوها دلوقتي، بيعتبر نفسه ان هو جاي مسافر بلد اخرى متغرب علشان يشتغلها. النهارده موجودين من الدول الثانيه، مش لازم اقول لك ان هم اخوات لينا وموجودين بيشتغلوا الشغلانات اللي انت رافضها، وبيشتغلوها ما شاء الله عليهم بطلاقه، وبيأدوها بشكل كويس، واصحاب العمل مبسوطين منه. حضرتك بتقوله ده مهم قوي جدا. انا ليه اسيب وظيفتي اللي انا المفروض انا اخدها وانزل اجرب؟ طب ليه بروح بلد ثانيه وهاجر هجره غير شرعيه، واروح عشان اسعى ادفع 50,000 جنيه و40,000 جنيه والف حوالين نفسي واروح اشتغل شغلانه مهينه؟ انا ما بقولكش هنا اشتغل شغلانه مهينه، اشتغل شغلانه كويسه قريبه للمؤهل بتاعك. نسيب الفكر بتاع ان انا محاسب لازم اشتغل بكالوريوس تجاره اشتغل محاسب. لازم ندور على فكر ان احنا زي الدول المتطوره. انا خدت مؤهل الحمد لله، المؤهل ده عشان يخليني قدام اسره انا بتقدم لها حياه كريمه. بالزبط. لكن لازم انزل اشتغل على شغل مناسب واسعى واتعب سنه سنتين. هو لو سال والده ولا والدته
هيلاقي انهم تعبوا في بدايه حياتهم. الناس دي مكونين، لا لازم. هو على فكره الاسره ليها دور كبير طبعا. بعض الاسر بتسيب الاولاد مش عاجبه الشغل ما ينزلش، بتسيبه ينام للعصر، بتديله المصروف، وده برضه ليه مردود سيء على الشباب. فانا اسف انا بقول للشباب، لا لحضرتك لازم ننزل، ده اهم رساله، لازم نفوق يا جماعه ونحافظ رسالة على بلدنا طبعا. بلدنا حلوه بالجمال دي، محدش بيعرف قيمه بلدنا الا اللي بيجي لنا غريب، هو اللي بيجي شايفنا هم طمعانين في بلدنا، ومحدش بيعرف قيمه ان هو يبقى عايش بكرامته في وطنه مهما كانت الظروف الا اللي تعرض لمصيبه وتهجر بالزبط. من بلده طبعا. فعايزه اقول لكم نحافظ على نفسنا، نحافظ على بلدنا. عندنا مشاكل طبعا، عندنا مشاكل، احنا ما مرناش بحاجه سهله اكيد، ولسه عندنا مشاكل اكبر. وخلي بالك، واللي شايفني كل دلوقتي، ان انت كل ما هتقوى وكل ما هتحاول كل ما اعدائك هيزيدوا، كل ما شكلك هتزيد. فنستعد لده ارجوكم، بس بهنا، مش باي حاجه تانية. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، ونورتنا النهارده دكتور يفرق. محمود حسن، رئيس الاداره المركزيه للمشروعات وتدريب الشباب بوزاره الشباب والرياضه. شكرا جزيلا مشاهدينا. انتهت حلقتنا زي ما وعدتكم. طبعا زملائي في الاعداد هيفضلوا يتواصلوا معاكم، وهنتابع طبعا موضوع الشغل ده، واجبنا ومسؤوليتنا المجتمعيه. بشكركم لحسن المتابعه. بكره الجمعه 9 صباحا معانا موضوع مهم جدا، هقابلكم 9 صباحا بتوقيت القاهرة بإذن الله، فكونوا على موعد. سلام.